خلاها ليتألق الشوط الثاني واكتسح مديام الغاني بثلاثيه نظيفه ويتقاسم الصداره مع شباب بلوزداد الجزائري. كابتن شريف، شوط عكس الشوط الاول، والف مبروك. مبروك مبروك ان احنا خرجنا من المجهول، خد بالك من لعب المجهول بجد النهارده يعني. ف اداء الضغط والتغييرات اللي حصلت عملت استحواذ للنادي الاهلي كامل في الشوط الثاني، ما شفناش الفرقه الثانيه غير في كوره او كورنر على ما اعتقد، وانقذها الشناوي براعه الحقيقه، ودي كانت خطفه، كانت كوره ثابته. اسامه واقف جنبنا بيقول لنا انا حاسس ان انا هخش، قلقني قبلها. لا ده قبلها بثانيه الراجل طار طلعها من المقص. ما هي دي الكوره عشان الناس تفهم ان ما فيش حاجه اسمها فرقه ما عندهاش انياب او ما عندهاش فرص او ما ينفعش، ما مش هتروح لل 18 بتاعك، لازم انت اللي بتتحكم في ظروف الامور كلها. دايما اتحكمت كده ولعبت بشخصيه تانية خالص الشوط الثاني، قلنا بلاش ننزل راكبين الجيم قبل ما نلعب، هنكسب في اي وقت. لا مش هتكسب في اي وقت. ف اداء اللاعبين وخاصه الهجوميه الشوط الثاني، الشوط الثاني، وبعدين نزود برضو بعض التغييرات اللي حصلت، المطالبه اللي احنا طالبنا بيها كلنا، وجود اذا كان بيرستاو او قفشه. واضح ان قفشه مع فرقه زي دي بلاي ميكر هايل، وعمل الجون الثالث حلو قوي، وعنده رؤيه وعنده باص وعنده هدوء. ففي الفرق اللي بتبقى متسرعه دي و احنا انت سالتني بتلعب الفرقه دي بتلعب باني طريقه؟ قلت لك 4-5-1، وفجاه لقيناهم 4-4-2، وفجاه لقيناهم 4-3. فرق عشوائيه احنا مش عارفين منهم اي حاجه، بس عندهم سرعات وبيجربوا وبيشوطوا من اي حته، والملعب مساعدهم. يمكن ملعبهم مش هيبقى زي الملعب ده اللي هم بيلعبوا هنا، على ملعب زي ده مديهم حريه ازاي يمسكوا كره شويه، ازاي يجروا، ازاي مبسوطين يعني هم في الملعب ده، وبيطلعوا اي حاجه عندهم. احنا اللي عندنا بقى عوده من اجازات، واخد 7 ايام اجازه، فمن الطبيعي انك انت عشان تخش جوه الجيم وتعمل السبرنتات بتاعتك وتدوس على كورتك وتعدي من واحد واثنين، يبقى عندك الثقه، بتاخد سبيس يعني. منهم ناس راحوا لعبوا في المنتخب، وفي ناس راحت المنتخب ما لعبتش. انا عارفهم يعني، بيرجعوا لك ممكن يرجع نفسيا كمان متضايق. منهم امام عاشور بس متضايق، عبد المنعم لعب ماتش وما لعب يعني. فبتبقى في حالات نفسيه جوه الفرقه. حسين شحات يعني الراجل النهارده مصمم ان حسين الشحات يبقى موجود لغايه اما جاب الجول وعمل جول. ف هو مجمل المباراه كلها ايمن ان احنا عايزين اللي حصل ده من البدايه. بس احنا كنا عايزينه من البدايه. ليه؟ لان ده المباراه دي انت ما هنرجع تاني زي السنه اللي فاتت ونتاخر في حاجات ونعمل، ما عملناش حسابنا في فرق، وبعدين قال لك اصل ضرب الجزاء هي اللي دخلت. لا احنا مش عايزين القصه دي، احنا عايزين نطلع اول مجموعه باذن الله، بنكسب جوه وبره، وعندك الامكانيه لكده، وعندك الشواهد النهارده يعني. لازم اللي حصل فينا النهارده ده والتاخر اللي احنا عملناه بايدينا ده ما يكونش موجود لا هنا ولا في اللي جاي، لان انت هتلاعب فرقه اقوى من الفرقه دي. شباب بلوزداد فرقه كويسه جدا، يونج افريكان دول كويسين. صحيح. لازم انت عندك الاستعداد الفني لكل مباراه. انا بقرا الخصم كويس قوي وبتعامل معاه، وعندك امكانيه كويسه قوي يعني. ايه النحراره اللي حصلت لما اتزنقنا؟ طب ما النحراره دي تحصل من الاول خالص يعني. ما حصلش اي حاجه، الف مبروك. وهنتكلم مع ضيوفنا ومع كباتن كلهم في الفنيات. اعتقد ان مستر كولر كل يوم بيكتسب خبرات في اشياء فنيه بتبقى جوه الملعب يعني. اذا كان النهارده بيلعب بكريم فؤاد، شاف كريم النهارده الفترات كويس. اذا كان رجع هايل تاني لل كان هايل كريم فؤاد، كان كويس والله. طبعا في الفتره بالنسبه ان هو بقاله فتره ما بيلعبش. فبالنسبه لبيرستاو رجع زي ما قال عادل مثلا لمكانه الطبيعي، فحصل النهارده تدوير لفكر مدير فني، ومن حقه، من حقه ان هو يشوف لعيبه جايه تعبانه من المنتخب، لعيبه جايه نفسيتها لا، بيحاول ابره وفتله كده بيحط اماكن
تقدر تعمل حاله تعويضيه لان انت عندك مساحات كتيره قوي الفتره اللي جايه هتحتاج. انت عندك يوم الثلاث ماتش مظبوط، بعد يوم الثلاث هيبقى السبت، يعني عندك برضو داخل محتاج كل اللعيبه مع وكلنا قلنا هنا يغير محمد هاني ويرجع كريم فؤاد يمين، يعني انت عندك الافكار وعندك اللعيبه اللي هي عندك الحلول، عندك بنسميها ريبليسمنت، يعني عندك الجواكر اللي هي تقدر تحل لك اي مشكله بتحصل في اي مباراه. ولكن سيظل بالنسبه للانديه الكبيره والنادي الاهلي خاصه الهدف الاول، سرعه انهاء المباراه من اول المباراه، مش بترجع تضغط على نفسك عشان يبقى الحلول موجوده في الشوط الثاني، او الحلول في التغييرات. ودايما في حطه الفرقه وانت بتحط فرقه لازم يبقى عندك بلاي ميكر صريح مع اي فرقه بتلعب بره او جوه. يعني بتلعب بره مش هلعب بالديفندرز كلهم بقى، طب مين اللي هيوديني على الجول؟ يبقى هطلب من امام عاشور يبقى ديفندر وبلاي ميكر وفيرويد لا هطلب من حسين الشحات يبقى ديفندر وبلاي ميكر وفيرويد، هطلب من بيرسيتاو لما تروح تبقى ترجع كمان معانا، لا لازم ابقى حاطط الخطه بتاعتي باحد عناصر اللاعبين اللي بتوفر لي، اللي بيطلعني يمين وبيطلعني شمال، اللي عنده ازاي يتحكم في الكوره ويدي الباس، ونبقى واثقين في بعض. انت كل يوم هتدخل لي واحد عنصر جديد مع هارموني معين، مش هت يعني الحكايه مش هتبقى، يعني انت مش هتشوف كهربا في الماتش اللي جاي صح؟ ليه؟ الايقاف خلص؟ متهيألي الايقاف خلص، يبتدي الماتش الجاي مش ست ماتشات خلصوا؟ ست خلصوا؟ اعتقد ست مباريات بتاعي لسه ماتش، يعني ما اعتقد خمسه هيقولوا لنا بس في الاعداد. مش كان اخر ماتش لا كان في مباراه من الموسم اللي فات مباراه الموسم اللي فات وعندها خمسه الموسم ده يعني. كده الست عدوا اي بقى، يعني بدايه كويسه النهارده وثقه لعوده لكهربا ان هو للشكل التهديفي اللي برده كان محتاجه طبعا. دي من الحاجات الكتير، اللعيبه اللي جابت الاجوال كمان، الجول ده لما انت بتجيب جول بدي حكايه ثانيه خالص، وشفت اللعيب بيبقى فرحان وبيروح للناس وبتاع، هو خلاص رجله راحت على الجول، رجله قبلت الجول خلاص، وبقت في تعارف، في عندي ثقه، في عندي اشوط وبصي واعمل وان تو، في حاجات كتير قوي عندهم فنيات كبيره قوي، ولكن الثقه هي اللي بتحدد كل شيء. مبروك النهارده وعقبال الماتشات اللي جايه كلها باذن الله يا رب. عادل الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي. اولا شوط تاني افضل من الشوط الاولاني، يمكن انا بين الشوطين يا كابتن قلت لك اذا اراد ان يفوز بالمباراه اثنين، وقلت لك على ضمانتي كمان اثنين او ثلاثه لازم يغير قفشه ويغير بيرسيتاو، لان عدله الفرقه من بدايه هو اتاخر كمان في وانا مش فاكر الكلام ده قوي بس ماشي ده انت مش فاكر اذا اراد مش فاكر لا اذا اراد بس يا لا انا فاكر كويس انا فاكر كويس لان انا من الناس اللي في الفتره دي بقول ان احنا بنضيع وقت كتير قوي، وان احنا حته التغيير في الدقيقه 60 لازم تتغير وفي الدقيقه 70 لازم تتغير، وان احنا لما يكون عندنا في الوقت اللقاء القادم عندنا اخطاء في التشكيل في البدايه ممكن يتعدل ما بين الشوطين عندنا حته التجارب اللي انا اتكلمت عليها قبل الشوط الاولاني، اتكلمت عليها انك تاخد وقت وتجرب حاجات كتير، فوز الاول وبعدين نجرب بعد ما نفوز، الحاجات دي كلها مهمه جدا لينا، بمعنى ان احنا السنه دي يجب ان احنا نخش بقوه اكتر من كده، عشان في شويه اجراءات ويمكن ملاحظ حتة اللاعبين اللي تغيير الأماكن كتير قوي دي برضو في حد ذاتها أنا ما بحبهاش كتير، خلاص يعني السنة دي لازم نثبت الفرقة ولازم تلعب بكل قوتك في الشوط الأولاني والشوط الثاني تقدر، يعني تقدر تقول لي إيه الفرق ما بين الشوط الأولاني والشوط الثاني؟ ده من ضمن الأسئلة اللي أنا هقولها لك بعد كده. يعني لما بيرسيتاو نزل وقفشة نزل هنا كسبنا ثلاثة وهنا تعادلنا، وكانوا وهم راحوا بكورتين كان ممكن يجيبوها اجوان والمباراه تتصعب، انا بقول بلاش تهدير وقت، عاوزين من البدايه نبدا نحط التشكيل الافضل والامثل، وحته التجارب نهدى فيها شويه علشان احنا عندنا محق صعب جدا، عندك اربع مباريات ورا بعض او خمس مباريات في الدوري، وبعدين منهم بيتهيألي تخللهم واحد افريقيا ولا اثنين افريقيا فانت داخل على معاملة قوية، وبعدين داخل على الاتحاد جدة انت هتروح تلعب مباراة قوية جدا، فيجب انك انت لازم في الفترة الحالية تنهي المباراة، لان ما بعد هذا انت رايح كاس العالم للأندية هيتأجل لك مباراة او اتنين او ثلاثة هترجع يضغط لك، عشان كده انا بقول لك النهاردة
كانت تجربه كويسه حتى الفرقه انت كنت الافضل ولكن ما احرزتش اهداف، لكن انت الشوط الثاني لما تعدل الملعب وكله ولعب كل واحد في مكانه، بيرسيتاو لعب في مكانه، محمد مجدي قفشه نزل عدل لك اللعب بلغه الكوره لانه بصير وبيعرف ينقل وبيعرف يعدل الملعب وبيعرف يغير رتم اللعب وبيعرف يلعب على الارض وبيعرف يتحركوا الناس اللي بيتحرك بيحطها قدامه، ما كل الحاجات دي احنا محتاجينها. ولكن في اخر الامر اول ثلاث نقاط زي ما اتفقنا، مبروك لينا الثلاث نقاط الاولانيين. اللي عندك المباراه القادمه لازم ان شاء الله نعمل نتائج والنتائج ايجابيه. وفي اخر الـ 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 الكلام اللي انا عايز اقوله انه احنا لو عدينا المباراتين اللي جايين بمكسب، اقول لك انت حسمت الصعود. ما هو احنا خلي بالك احنا في الفتره اللي جايه عندنا كمان يومين او يعني ثلاث ايام تقريبا سموحة. عندنا سموحه، ايوه، بعد سموحه عندك يانج افريكانز، كويس، ده هناك تنزانيا، وبعدين ترجع تلعب زد، وبعد زد بثلاث ايام عندك هنا اخر مباراه قبل ما تروح ان شاء الله شباب بلوزداد. علشان كده يا كابتن عادل الراجل مضطر، يعني هو ما عندوش الرفاهيه ان هو يغير، لا ده هو مضطر للتغيير. بس انا اكسب الاول، يعني انت هتكسب الاول. انت النهارده مثلا لو انت لعبت بالتشكيله زي ما الكابتن عادل قال، التشكيله من البدايه، اي انت عندك حد اثنين العب الثلاث مباراه برضو في الدوري، مش هتقدر تبدا بالناس اللي لعبت 48 ساعه. لو بدات بيهم الماتش المباراه اللي بعدها هيكون عندك سفر، هتسافر، فانت مضطر في وقت من الاوقات. علشان كده الراجل اتبع السياسه بس دي، بس مش مضطر من البدايه. اتبع السياسه دي الموسم اللي فات يا كابتن. بص صح، الناس كانت بتتكلم تقول بس مش بالطريقه دي. انا هقول لك الموسم اللي فات ما عملهاش بالطريقه دي. الموسم اللي فات كان بيعدل الملعب قبل ما يلعب. انا اعتراضي مش انه يلعب النادي الاهلي والانديه الكبيره اللي في العالم كله، كل اللعيبه اللي موجودين في القائمه عنده المفترض ان هم لعيبه كبار، وانت النادي الاهلي عندك كل لعيبتك كانوا اساسيين. تقدر تقول لي مين احتياطي ومين اساسي؟ ما كله كان بيلعب ويقعد شويه، والمفروض ان كله يلعب. انا بكلمك على عدله الملعب، العدله بتاعت الملعب فقط لا غير، ده اللي بتكلم فيها. انك انت ضيعت وقت كتير في الشوط الاولاني، لا وبعدين ضيعت 20 دقيقه في الشوط الثاني. في فرق، انت ضيعت وقت وفي فرق. انك انت لو كنت ترجمت الفرص من الاول بدايه المباراه كان شكله يتغير. احنا كنا بنقول لو فرصه دخلت زي الفرصه اللي دخلت بدايه الكهرباء، يعني الفرقه راحت في حته ثانيه. بس خلي بالك يا اسامه، لو سجلت الثاني والثالث، بس لو شكل الاداء اتغير تماما الشوط الثاني. لا لا بص لحظه كابتن، خصوصا بعد التغييرات كابتن ايمن بعد اذنك لازم لحظه بس يا اسامه عشان الكلمه. لو كنت احرزت، الموضوع مش لو كنت احرزت، الموضوع انت منظم الملعب بقفشه ومنظم الملعب ببرستاو. في فرق ما بين الجري في اي مكان علشان انا مش حافظ مكان زي كريم فؤاد، وفي فرق ما بين بيرسيتاو وهو بيتحرك وبيفتح امتى وبيقف امتى وبيتحرك امتى. في فرق ما بين محمد مجدي قفشه لما ينزل يلعب في نص الملعب هو البلاي ميكر اكتر من ان مثلا ديانج او مروان عطيه هو اللي يلعب في نص الملعب ينظم لك اللعب. انا اتفق معاك، انت بتتكلم على بس النهارده كل مباراه كل 48 ساعه تقدر تبدا ببيرسيتاو طول المباريات، تقدر تبدا بقفشه طول المباراه، لازم يحصل الروتيشن. انا ما قلتش انك انت علشان كده النهارده بدل ما انت بتستعين ب 11 في الملعب 10 حصل ايه لما نادي لازم النهارده يبقى عندك بتشتغل في 17 18 لاعب. لا اتغير الشكل والتغييرات. لا التغييرات عملت، لا التغييرات صنعت الفرق فعلا. بس يعني لا ازاي ده بالكام كوره اللي جوله دول كان يجيب له جولين ثلاثه. يعني كابتن شريف لحظه انا اقول لك حاجه، يعني يا كابتن شريف كوره الشوط الاولاني انت طالع 0-0، الشوط الثاني كسبان 3-0، يبقى هو النتيجه اللي اتغيرت ازاي؟ النتيجه اتغيرت التغييرات صنعت الفرق. عملت تغييرات، ما التغييرات معموله عشان تغير رتم اللعب، تغير الاداء، تغير ان لو مش بتعرف تجيب جون انت الناس دي بتديك فرص تجيب اجوان اكتر. لما بنزل على فرقه مغلوبه 2-0 غير لما بنزل 0-0، انا بقى انا نادي بيبقى عليا ضغوط انا كمان. ايوه ما هو انت عدلت. يعني انا اقول لك حاجه، لو البدلك برضو دام بعد الدقيقه 60. لا احنا بنتكلم يا كابتن زي ماتش الجونه، احنا ماتش الجونه لو فاكرين يا كابتن عادل قعدنا نجري 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 لحد التعادل. ما حدش يختلف، مفيش وقت يا كابتن، ما حدش يختلف. انت من البدايه مش ابدأ. هتقدر توقف، خليه يكمل وبعدين لا لا ما حدش يختلف على مجدي قفشه واهميته في وسط الملعب، ما حدش يختلف على بيرسيتاو، ما حدش يختلف على علي معلول. لكن النهارده انت بضغط المباريات كابتن ايمن كل 48 ساعه مباراه، وفي مباريات فيها سفر، مش هتقدر كل المباريات تبدا بالتشكيله. انا ما قلتش وعدله الملعب انت بتقول عليها. عارف الاصعب ايه؟ عارف الاصعب ايه؟
ضغط المباريات معاه نتائج مش جيده بتضغط اكتر. يعني انا اقول لك حاجه، انا لما اجي العب في ضغط مباريات وانا بكسب وجاي من مكسب لمكسب او جاي من مكسب ابقى مرتاح اكتر. لكن انا بقى عايز اقول لك حاجه، الشده العصبيه اللي كانت فيها احنا فيها ليه من المباراه اللي قبليها، لانك المباراه اللي قبليها ما قدرتش تترجم تجيب جون. عشان كده انا اللي انا عايز اقوله لك يا اسامه، طول الوقت في البدايات اكسب وبعدين غير، ما تعملش العكس في الوقت الحالي. انت عارف انت لو بتلعب بوليزداد النهارده كان هيعمل اللي انت بتقول عليه، كان بدات بال يعني لا بس حتى لو بلعب الفرق انا بقول لك بس هو ما كل هو بيبقى عنده حريه، لا هو في وقت من الاوقات بيبقى عنده حريه التغيير، يدخل حد عايز يشوفه. الفرقه دي اقل فرقه في المجموعه، الجونه من اقل الفرق في الدوري، تعادل معاك. ما انت بص مفيش حاجه في ده، الجونه كان كتير قوي، التغييرات كانت كتير قوي كابتن. ما انا بقول لك، علشان كده انا بقول لك كرة القدم في الوقت الحالي ما بقتش كده. انت دلوقتي بقيت انك انت اضمن مكسبك صحيح وبعدين اشتغلت. طيب كابتن بلال مبروك، بدايه جيده كنا ننتظرها. الله يبارك فيك كابتن ايمن. البدايه طبعا المكسب مهم جدا يا كابتن ايمن. انت بتلعب في دوري المجموعات، كل مباراه على ملعبك لها قيمه كبيره جدا جدا جدا. مكسب المباريات، خد بالك مكسب مرات وتسجيل الاهداف، يعني دي نقطتين مهمين جدا. النهارده انت بتقول ايه؟ انت بتتساوى في القمه مع شباب بلوزداد. مظبوط. تمام؟ ليه بتتساوى في القمه؟ عشان انت سجلت ثلاث اهداف زي صح. ما هو سجل ثلاث اهداف. كان ممكن تسجل اربعه وخمسه وسته، المباراه كانت ممكن تروح في حته ثانيه خالص، مختلفه شويه. انا بس وجهه نظر الكبات الاثنين صح، مظبوطه 100%، انك مثلا هنا عايز يلعب وهنا عايز يريح، لكن انا اصلا مش جاي من تعب عشان اريح. فاهم قصدي؟ عارف الفكره دي يا كابتن؟ هي. بس في نفس الوقت برضو انا بلعب فرقه اقل بكتير جدا في الامكانيات، فتديني راحه في الـ في الـ في الـ تديك اريحيه انك انت تتعامل معاها بالظبط. ولكن يا كابتن ايمن، هو بس الفكره كلها عند مستر كولر، امتى اغير جوه الملعب وامتى اغير في التشكيل نفسه؟ هي دي بس النقطه اللي بنختلف عليها معاه. لكن تغير؟ لا غير طبعا، اشتغل العب بكريم، العب عادي مفيش مشاكل، واخد بالك؟ ما هو كريم لعب الشوط الاول وضيعنا خمس فرص، تمام؟ زي كان ممكن نجيب فرصه او اتنين ونسجلهم اهداف، وكان ممكن نروح حته ثانيه تمام، ورحنا الشوط الثاني بتغيير برسيتاو. بس الفكره كلها يا كابتن، انت اوقات بتغير ممكن مش عشان انت مثلا وحش، ممكن بتغير عشان سوء التوفيق كمان. ايوه صح، فاهم قصدي؟ انا ممكن يبقى ما عنديش توفيق فغير لعيبه يديني يبقى موفق، فاهم؟ ودي من 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 حلاوه كره القدم. لا بس هو كان يعني في، ما انا هقول لك ماشي. لا انا بس هتكلم في نقطه بس مهمه، انت قلتها برضه، بس الاختلاف على بدايه المباراه. طب يعني انتوا اتكلمتوا على التشكيل. طب لا سيبك من التغييرات بعد كده، احنا بنتكلم على بدايه المباراه. انت شايف ان هو يبدا بالتشكيل اللي هو الانسب ان هو يصنع له الفوز الاول، وبعد كده يبتدي يلعب بالتغييرات؟ القرايه مهمه يا كابتن. يعني ايه القرايه مهمه؟ ما هو انا هقول لك بس الفريق الخصم مجهول. لا ازاي؟ ما فيش حاجه اسمها مجهول. مش لعب ماتشين في قبل كده صح؟ لا امال صعد ازاي للبطوله؟ لعب اربع ماتشات قبل كده، فانت اكيد انت جبت الفيديوز بتاعته وقعدت تتفرج وتحلل وتقول الفرقه دي قويه، لا بيلعبوا هجمات مرتده سريعه. طب احنا ليه الشوط الاول قلنا لازم الاهلي يبقى يدافع تمام، دفاع من نص الملعب ما يديش مساحات، عشان خلاص قرينا الجيم تمام، وشفنا الفرقه بتشتغل ازاي، وشفنا الخطوره فين، وانك لما بتعمل ستريتش فيبقى عندك مشاكل. ففي الشوط الثاني خد بالك هو تجنب الحته دي برضو الى حد ما بالزبط. في الشوط الثاني لان كنا بنشوف عبد المنعم وياسر على دايره نص الملعب، لما بنشوفهمش فاتحين قوي كده، لان واضح خلاص انت كمدير فني بتقرا وبتشتغل وتوجه لعيبتك، ما بين الشوطين بتبقى في عندك شويه حاجات، شويه ملاحظات بتقولها للعيبه وبتغير في نمط الاداء. لكن انا بكلمك في التغييرات والتشكيل، بقول لك انت ممكن تبقى مش موفق تمام. يعني النهارده ممكن مثلا كهربا الشوط الاول 3 4 فرص حقيقيين 100% اسهل من الكره اللي سجلها هدف. يعني الكره سجلها دي كره عشوائيه، فاهم قصدي؟ يعني الكروس مش معمول لكهربا، الكروس معمول بالعرض لكن متشاط بالظبط، لكن كهربا حاطط دماغه فيها. طب هل كهربا ما ضيعش اسهل منها؟ الشوط الاول ضيع اسهل، كان ممكن يجيب، كان ممكن شكل المباراه يتغير اداء ونتيجه. الشوط الاول كان ممكن يتغير اداء ونتيجه الشوط الاول. لكن خلينا نقول يا كابتن ايمن ايه الاهم من كده، انت تقييمك للفرقه اللي قدامك. انا بغير امتى في التشكيل؟ لما بقيم الفرقه اللي قدامي. يعني انا النهارده ممكن يبقى الفرقه مثلا بلاعب اي سين من الفرق يانج افريكا عندي هنا في ملعبي، عندي اريحيه ان انا اغير. فرقه قليله وفرقه تعبانه وهغير في البدايه، لو لقيت الجيم
بيهرب مني تبدا تستعين بالعناصر بس هي دي سرعه التغيير ده اللي انا بختلف مع مستر كولر فيها سرعه التغيير مش اقعد بقى 60 دقيقه خد بالك ما انت برضو انت انت الوقت الوقت بيمر خد بالك انا لو انا لو انا من 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 مدرب ميدياما لا هلعب جيم غير ده خالص الشوط الثاني انا خرجت 0-0 لا ده انا هلعب جيم خالص مختلف هقفل نص ملعبي بشكل كويس قوي هلعب على اثنين بس قدام ورا الاثنين المدافعين واقفل لك الجيم واعمل زي ما انت عايز تعمل هطلع النتيجه 0-0 او 1-1 او 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 نتعادل تمام او اسجل هدف انا لو انا مدير فني عشان كده سرعه التغيير بدايه الشوط الاول زي بدايه الشوط الثاني بالظبط ما تديش للفرقه فرصه قدامك الشوط الثاني انه ينزل وينظم ويشتغل ويبقى عنده فرصه انه يكتسب ثقه 10 دقائق او ربع ساعه ثاني ليه الجيم ممكن يهرب منك يا كابتن عين عشان كده احنا بنقول ايه مش عيب انك تغير في الدقيقه 45 مش عيب انك تغير في الدقيقه 30 مش عيب انك تغير في الدقيقه 40 مش عيب لما يكون عندي خلل ممكن اغير اشتغل عليه وهل التغييرات اللي هو عملها النهارده هل التغييرات اللي عملها غير اللي احنا قلناها لا لا هي هي يا كابتن وصنعت الفرق خد بالك خد بالك يا كابتن خد يا كابتن شريف خد بالك في بس في نقطه مهمه جدا بس امتى العب 4-3-3 وامتى العب 4-2-3-1 الموضوع يعني اختلاف كلي وجزئي في الحته دي العب مع ميدياما 4-3-3 خطا فادح جدا احترمتهم بزياده يعني يعني عارف يعني ما يتلعبش معاهم هنا كده بص يا اسامه لا تتناسب مع كميه التغييرات اللي عملتها النهارده ما انا النهارده انت بتديني ايحاء ان الفرقه ضعيفه صح بالتغييرات بتقول انا هغير عندي اريحيه في التغييرات وانت بتديني الايحاء ده ما تلعبليش ب 4-3-3 يبقى انت بتعكس لي يعني عارف بتشتتني في وجهه نظري يعني بتقول انا بقى انا هغير العب بكريم فؤاد ومش عارف العب بحسين الشحات وكهرباء وعلى ارضك هنا في مصر وفي نفس التوقيت بتلعب بثلاثه ميد فيلدرز في نص ملعب فلات بيتقدم منهم امام عاشور نوعا ما لكن 2-6 في فرقه بتلعب على هجمه مرتده بيلعبوك باثنين سترايكرز بس ما بيعملوش حاجه ثانيه في الملعب ده امر برضو صعب هو الملعب ما كانش يستحمل ديانج ومروان عطيه مع بعض في يعني ماتشات زي ما كمان كتير قوي يعني خصوصا ماشي على ملعبنا وبرضو الفريق متواضع في انا ممكن انا ممكن بلوزداد هناك العب 4-3-3 مظبوط طبعا العب جيم مقفول العب على هجمه مرتده حتى يانج افريكانز ممكن العب هناك كده برضو ويبقى عندي برضو حلول للتغييرات طبعا على دكه البدلاء مظبوط زي ما عملت في الوداد السنه اللي فاتت في الفاينل 4-3-3 لما ابتديت حسيت ان الجيم الماتش هيروح قمت بغير طريقه اللعب 4-2-3-1 نزلت مجدي قفشه ولعبت باثنين سترايكرز كنت قدرت انك كسبت خدنا البطوله كابتن خدنا البطوله تعادلنا 1-1 وضيعنا 3 شريف وعبد القادر سجلت هدف سجلت هدف من الضغط وتغيير طريقه اللعب وعمل تغيير ايه هجومي هناك وهو بيلعب ضد الوداد هناك كمان فاللي انا عايز اقوله انك ثبات الطريقه يعني ده مش قران في 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 في, في الكوره يعني يبقى اي لازم تبقى فليكسبل يعني تغير طريقه اللعب اهاجم شويه هنا في مصر انت بتشتغل على حاجتين مهمين جدا انك تبني هجمه ازاي وده محتاج صانع العاب في اوقات كتيره جدا 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 ليه صانع العاب لان انت النهارده في النادي الاهلي من اول السيزون هو بيلعب 4-3-3 صح عنده مشكله في بنيه الهجمه صح لان هي كواليتي لعيبه وامكانياته وقدرات انا غير اسامه ممكن ينزل يبقى يلعب شادو سترايك انا ما اقدرش العبها هو بيعرف ينزل ويعمل السيزر وبتاع ويروح على الجنب انا عايز ابقى في 18 اروح يمين اروح شمال اشوط العب بداري استلم امكانيات مختلفه انت بتلعب بدماغك فمنتظر كل كره في ال 18 بتتحرك هي كواليتي مختلفه يا كابتن يعني ممكن يبقى البوزيشن واحد لكن الامكانيات مختلفه انا امكانيات مروان غير امكانيات ديانج غير امكانيات امام عاشور غير امكانيات مجدي قفشه مش اوقات مجدي قفشه لاعب ميد فيلدر صح ايوه مظبوط لعب قبل كده مظبوط لعب كذا مره صح اوقات كتيره جدا 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 لما كنت بتحتاج لعيب يزود لك الناحيه بالظبط تبقى عايز يبقى عندك كثافه في الحته اللي قدام وفي نفس الوقت بتلعب بسته وبتلعب بيه 8 فيكمل هو في الحته دي بس كان دايما بيبقى على حساب اداء قفشه الهجوم يعني برضو بيبقى قلل شويه بس خد بالك لعبها بس بيبقى قلل شويه اللونج باس أيوه. والثرو باس والتكمله حلو أيوه. فكان بيزودك دايما واحد في نص ملعب فرقه الخصم لما تكون محتاج زياده عاديه ومحتاج تسجل اهداف ومحتاج تهاجم هي دي هي ده اللي انا بقوله يعني انك انت كمدير فني محتاج تبقى يعني عندك مرونه في الحته دي انما النهارده بلعب باربعات انا قاري الجيم قريت الجيم متاخر هل مستر كولر قرى الجيم متاخر ب4-3-3 انا من الدقيقه 30 خلاص شايف الفرقه اللي قدامي بتلعب بالطريقه دي 4-2-3-1 وغير في التشكيل وغير ولعب طب انا كان ممكن النهارده العب واحد والله العب واحد يا اسامه والعب بشادو سترايكر يعني اثنين سترايكرز واحد 9 وواحد بالظبط واحد يلعب من تحت والعب بكثافه هجوميه يبقى عندي اثنين في الكرات النهارده النادي الاهلي عمل
لا يقل عن 26 30 كره عرضيه في اوقات كتيره جدا ما لقيتش حد بيكمل. فعشان كده بقول لك في اوقات مش بالضروره العب براس حربه واحد، ممكن العب براس حربه ومن تحتي واحد ويبقوا اثنين في ال 18 مكمل. احنا هنتكلم على الفروق اللي حصلت بين الشوط الاول والشوط الثاني وايه الاخطاء اللي وقعنا فيها الشوط الاول والشوط الثاني، ولكن يعني باستفاضه اكتر ان شاء الله. كابتن اسامه الف مبروك، فوز كبير كنا محتاجينه في البدايه حقيقه. في مكاسب النهارده طبعا، اول مباراه في دوري المجموعات انك تكسبها بتاخد ثقه. صح. السنين اللي فاتت كان بيحصل تعثر في البدايه، بتبدا تدخل في الحسابات، لكن النهارده مكسب مهم على ملعبك، 3 اهداف النهارده كسبت. كريم الدبيس متواجد مع علي معلول في الجبهه الشمال، النهارده ادى اداء رائع، يعني بيكمل سلسله المباريات اللي هو لعبها قبل كده، لعيب صغير في السن بتكسب باك ليفت للمستقبل. الامر الثاني كريم فؤاد، واحد من العناصر المهمه، لعيب عنده سرعات، قبل الاصابه وصل لفورمه وكان يعني حاجه هايله، بعد الاصابه بيبدا يستعيد مستواه مره تانية. النهارده اداله حوالي 60 دقيقه، ادى فيهم بذل فيهم مجهود كبير وعمل جبهه مع محمد هاني، جبهه جيده. عوده كهربا للتهديف، تهديف النهارده كهربا بيديله ثقه وبيقول لفيتوريا عندنا مهاجم يستحق الانضمام لمنتخب مصر. محمود كهربا بيأدي مستويات رائعه مع النادي الاهلي سواء كان في افريقيا او كان في الدوري قبل الايقاف، وبيكمل دلوقتي في دوري المجموعات. النهارده ايضا كمان حسين الشحات، يعني بعد استبعاده من المنتخب بيرجع بيتألق مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، تواجده مهم في منتخب مصر عشان داخل على كاس الامم الافريقيه. حسين الشحات برضو لعيب كبير. صلاح محسن النهارده لعيب بعد عودته للنادي الاهلي محتاج هدف، دايما المهاجم محتاج هدف عشان تاخد ثقه. النهارده الهدف اللي هو احرزه النهارده، حتى النواحي البدنيه بتاعته حركته في الملعب النهارده يا كابتن ايمن افضل من المباراه اللي فاتت. صلاح محسن لعب وقت قليل، لكن النهارده في نشاط، في اداء، سجل هدف عامله له محمد مجدي قفشه، هدف حلو قوي. حته بقى التغييرات، حته ان توقيتات كولر يبدا بمين وما بداش بمين حسب توقيتات او حسب رؤيه المباراه. شوف منتخب مصر الماتشين اللي لعبوه في تصفيات كاس العالم، لعبوا قصاد مين؟ جيبوتي وسيراليون. جيبوتي بدا بتشكيل كان في مصر، وفي سيراليون بعد 48 ساعه سفر كان في تغييرات في التشكيل. مظبوط. طب ما ده انت بتلعب في تصفيات كاس عالم، يعني من الاولى انك تبدا بالاساسيين عندك هنا وتبدا بالاساسيين هنا عشان ده تصفيات كاس عالم. فالنهارده المباراه الثانيه كان مقعد تريزيجيه، واحد حد يختلف ان تريزيجيه لعيب اساسي؟ لا، قعده في مباراه جيبوتي واداله اجزاء وابتدى فيه بمباراه وبدا بيه سيراليون. حمدي فتحي، حد يختلف على حمدي فتحي ان من العناصر الاساسيه؟ ادى مروان عطيه لسه جديد في المنتخب، مروان عطيه عنده خبرات، اداله في جيبوتي. فانت النهارده كمدير فني بيبقى ليك رؤيه في المباراه دي، زي ما بلال قال مدياما الغاني فرقه في الامكان كويس، ممكن تقدر تحقق الهدف اللي انت عايزه بناس ممكن بعيد عايز ادخلها، بس تبقى في وجهه نظر احيانا بعيدة. بتقول لك يا كابتن يعني العب بالاضمن الاول اكسب وبعدين ابتدي اغير. ما انا معاك يا كابتن والله، ده في حاله لو انت النهارده المباريات الوقت او التوقيت ما بين المباريات بعيد، انت تلعب بعد 48 ساعه امام سموحه في الدوري، مباراه مطالب فيها بالمكسب. النهارده انت بيرسي تو ما لعبش النهارده او نزل ممكن يبدا المباراه الجايه ممكن. طب فانت النهارده حسب المباراه وحسب رؤيتك المباراه بتوزع التوزيعات المباراه، زي ما قلت لك فيتوريا انت تصفيات كاس عالم، لا انا الاول ابدا بالتشكيله الاساسيه عندي، ما بدا بعمر كمال عبد الواحد المباراه جيبوتي وهناك بقى لعب محمد هاني اقوى دفاعيا. فانت بتوزع حسب رؤيه المباراه، فده متاح. فانت كمدير فني بتشتغل كل 48 ساعه مباراه، ما ينفعش تشتغل في نطاق 12 13 لاعب، لا لازم المساحه توسع، بتتكلم بقى في 18 19 لاعب علشان في اصابات، في سفر، في مباراه كل 48 ساعه، فلازم تدي المساحه دي. وهي دي الفكره الراجل كان عايز يعملها في مباراه الجونه، لكن النتيجه يعني ما جاتش في المتناول زي ما هو كان. بس التغييرات كانت كتيره في ماتش الجونه. انت خلي بالك انت كمدير فني زي اللعيب، احنا النهارده بلال بيقول النادي الاهلي لو كان احرز هدف كان الشكل اتغير. انت كمدير فني خلي بالك برضو بترسم سيناريو ممكن تبقى موفق فيه وما تبقاش موفق، بعد كده بتشتغل على الصح، المهم انك تعدل. النهارده كولر عدل طب عدل كان ممكن يعدل في بدايه الشوط الثاني، لكن لحق نفسه في الدقيقه 60 افضل ما كان بيعدل في الدقيقه 80. قلت لك افضل من اللي فات، افضل من الدقيقه 80 كان كنا نقول لا ده النهارده اتاخر
جدا على التغييرات. لا دي برضو 60 كان في المتناول لعيبه تلحق في 30 دقيقه. والدليل على كده محمد مجدي قفشه لما نزل عمل فارق في نص الملعب. واحنا كلنا اتفقنا هنا كابتن شريف كابتن عادل وكابتن بلال ان وجود قفشه في الشوط الثاني كان مهم جدا. لعيب حيوي يقدر يديك رؤيه في نص الملعب، يقدر يعمل لك باص مظبوط، يقدر يطلع الاطراف. محمد هاني من بدايه المباراه كان كريم فؤاد قافل عليه شويه. شوف مجدي قفشه لما دخل بقى عمق الملعب ادى فرصه لمحمد هاني. الشوط الثاني بدا يشتغل، لقى اللي لعبه بلي ماكر اللي يبدا يطلعه. فلما شفنا محمد هاني في نهايه الشوط الثاني كتير طلع وعمل كام كره عرضيه. مجدي قفشه عمل يعني 30 دقيقه رائعه كمان. صحيح. صنع الهدف صلاح محسن. بيرسي تاو عمل نشاط ناحيه في ناحيه اليمين. التغييرات كانت واقعيه النهارده. محمود كهربا، حسين الشحات يعني مهاجم بمهاجم طرف لطرف، وامام عاشور خرج خلاص، احمد نبيل كوك عشان يبدا يامن نص الملعب. فالنهارده تغييرات كولر واقعيه. اللعيبه النهارده ادت مباراه كبيره. النادي الاهلي استحوذ على المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني النهارده كان في فرصه او اتنين لفرقه ميدياما، ده طبيعي وانت بتهاجم. لكن النقطه اللي هو ده اللي كان مضايقنا الشوط الاول، ان انت ما استغلتش السيطره بتاعتك، وان الفوارق الكبيره بين الفرقتين وما قدرتش تحسم من بدايه المباراه. كام دقيقه؟ 45 دقيقه؟ لا 90 دقيقه. 90 دقيقه. طب ما انت النهارده ممكن شوط ما تبقاش موفق. خلي بالك ممكن ترجع برضو انك بقالك فتره زي ما كابتن شريف قال اللعيبه في المنتخبات. فانت النهارده لما تبدا تعمل التجميعه تاني واللعيبه تدخل في اجواء المباريات والتجانس والكلام ده ممكن تاخد وقت شويه في الشوط الاولاني. لكن لو كان احرزت هدف كهربا من البدايه كان فرق الدنيا، فرقت تماما. كانش حد كان في طبعا خلاص كانت كان الكلام اتغير. تبدا تعد بقى، تبدا تعد. كان تبدأ هو لعب كده صح، كان الكلام اتغير. انا قلت ما مش مفروض يلعب بديان. لا والفرقه كانت ميديانا ما كانتش هتقف الوقفه دي. كان يبدا تفك وتهاجم، تبدا تسجل الثاني والثالث. ما ينفعش يلعب بديانج ومروان عطيه. لو كنت جبت جونين انت في اول شوط كنا هنسكت. النقطه الايجابيه النهارده المهمه اللي انا كنت اتمناها بالمباراه وحصلت، ما شباك محمد الشناوي لم تهتز. لم تهتز الحمد لله النهارده. صحيح. يعني بعد مباراه سيمبا الاثنين دخل كان داخل فينا اهداف، مباراه سان داونز هناك دخل فينا اهداف، مباراه الجونه. صح. فكان ده حاجه مقلقه كنت بتكلم عليها. انا قلت لك حته الاهداف ان احنا نسجل، لا عندنا وهنسجل اهداف، لكن حته ان احنا شباك محمد الشناوي ده المهم، والفريق الكبير اللي بيلعب على بطوله لازم يبتدي من هنا. بس انت قلت لي برضو ان لازم يكون في التركيز احسن من كده في النواحي الدفاعيه. طبعا ما النهارده لما فرقه زي ميدياما برضو تصنع عليك فرصتين خطرتين يعني باهداف. لا ما ينفعش. صعب طبعا. حلها ازاي؟ لازم الخطوط تتقارب اكتر من كده. محمد عبد المنعم مع ياسر، لازم مع هاني مع كريم، لازم الثلاثه الاربعه لازم يقفلوا عمق الملعب شويه. لازم حته العمق الكبير قوي اللي كان عامله عبد المنعم وياسر خاصه في الشوط الاولاني كان زياده. لازم اخد الفرقه واطلع علشان اخد الكره الثانيه. طول ما انت واخد تاخد الكره الثانيه انت بتضغط الفرقه اللي قدامك. كانوا عاملين عمق كبير. وفي حاجه ثانيه يا اسامه النهارده بص لاحظناها. النهارده كل الكرات الطويله 2 على 2. ما ينفعش يبقى 2 على 2 في اي هجمه مرتده ايا كان. طبعا واحد زياده بتلعب بتلعب 2 في نص 2 ميد فيلدرز يا اسامه وبيتروح كل كره 2 على 2. لا عندك حاجه من الاثنين. لا طبعا عندك واحد من الباكين محمد داني وكلونيس لازم يقف والثاني بيشتغل الدور الهجومي، او عندك مروان عطيه بيكون واقف قدامهم. مزبوط. وديانج هو اللي بيشتغل الدور بتاعه. وفي حل مهم قوي عشان تعدل الناحيه الدفاعيه، ثبات خط الدفاع. انت ممكن تغير في حاجات كتير الا في خط الدفاع. انت في خط الدفاع طالع من عندك كام واحد؟ عندك الشناوي ثابت، رامي ربيعه، علي معلول كان بيلعب الفتره اللي فاتت كتير. علي معلول كاساسي انت لعب. انت لعبت اكرم توفيق مع محمد هاني، ده بياخد شويه وده بياخد شويه. ياسر ابراهيم مع رامي ربيعه ده بياخد شويه ده بياخد شويه. لو ثبتت التيم صح او ثبتت خط الدفاع وحارس المرمى ده وانت ممكن تلعب تغير في واحد بس. يعني انت ممكن تلعب تغير قدام شويه كتير. لكن خط الدفاع دائما لازم بيبقى فيه ثبات كتير علشان الحركه والمساحات تتسد كويس. بلال قال كلمه مهمه النهارده. قال بيقول ان 2 على 2 عندنا في اكتر من فرصه، لو في الباص بيتباصى كويس ووصلت لواحد هتبقى خطر عليه، علشان كده لازم في زياده عدديه. الزياده العدديه بتاعتك بيبقى طرف من الطرفين بيخش لجوه. صحيح. لو هم اتنين في الوسط. لو واحد على الطرف بياخدوا الطرف وبياخد السرد باك التاني والتاني اللي بيعمل الليبرو.
كل الحاجات دي محتاج انك تشتغل بيها زي السنه اللي فاتت لما مستر كولر لعب 10 مباريات ما دخلش فينا هدف. اما هي دي النقطه بقى، دي النقطه اللي احنا عارف كان ليه بناكد عليها. عارف كان ليه يا اسامه؟ كان مهمه جدا ثبات نص الملعب وثبات المدافعين وارجع لل صحيح. وارجع للعشر مباريات. طيب نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل كابتن احمد فوزي لتحليل اداء حراس المرمى، انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بالزميل العزيز كابتن احمد فوزي. مساء الخير يا كابتن، منورنا. مساء الفل، الحمد لله، الف مبروك ليكم كلكم يعني. الف مبروك. الحمد لله، بدايه موفقه ان شاء الله في البطوله وربنا. قلقتوا بعد الشوط الاول؟ بقى ما قلقتش قوي، بس يعني الكل اللي كان ظاهر ان احنا راكبين الجيم وبنضيع وهنروح، وكل ما بنضيع اكتر يعني بيبقى في فرص ان احنا نجيب. يمكن اتخضيت في الكره الاثنين في واحد اللي جت في العارضه دي مرتين ورا بعض. يعني ساعات الكره بتقف بتقول لك انا مش هجيب النهارده، بس كانت بدري قوي دي. بس الحمد لله تخطينا الموقف والهدف جه في توقيت كويس ادانا اريحيه بعد كده وقدرنا نوصل لثلاث اهداف ونقاسم فرقه الجزائر على المقدمه الحمد لله. تقييمك بقى للاداء؟ اعتقد الحراس زي ما قلت لحضرتك يعني قبل المباراه نفس اللي قلته بالظبط، ان الحارس ده في الكروسات من ناحيه اليمين ما بيعرفش يتعامل، ويمكن في اتنين تعامل معاهم، عنده سرعه في اتخاذ القرار للخروج الخاطئ وده كلفه اكتر من كوره. يمكن الاولانيه ما حلفناش الحظ، بس هتشوف بعد كده في كوره بتاعته هتبقى برده الجون الثالث جزء منها في خروج خاطئ او تمركز خاطئ خلاه ما يعرفش يتعامل. اعتقد الشناوي كان على احسن ما يكون، ويمكن ناهيك عن الانفراد ودي حاجاته الطبيعيه. انا شايف ان النهارده بيلم الكور من ورا خط الظهر بتاعه بطريقه مميزه جدا، ودي كانت احسن حاجه النهارده للشناوي انه بيتعامل كاليبرو من ورا الخط، خاصه ان هم كانوا بيلعبوا باتنين راس حربه، فكان الشناوي قريب جدا من خط ظهره وقدر يخلصنا من اكتر من كوره هنقولهم بالتفصيل. صحيح. ونبتدي مع الدقيقه 3 تغطيه من الشناوي، محمد عبد المنعم بيحاول يعدي من ناحيه اليمين، بيحاول يرقص الراجل بتاعه على شماله، تتقطع منه والراجل يرقصه ويخش بيه لجوه. ولولا تواجد الشناوي انا يعني كان في صوره قبل كده شويه ان هو كان متواجد قدام السكس يارد، فلما الراجل رقص بقى الشناوي في قلب الراجل بسرعته، ودي التمركز بتاع الشناوي كان هايل فيها. دي في بدايه المباراه، ده في الدقيقه 42 ثانيه. ما انا بقول لحضرتك في الدقيقه 3 42 ثانيه يعني الدقيقه 3، فده يديك حق ان الشناوي مركز من اول دقيقه في الجيم، وده ظهر عليه ان النهارده من نجوم المباراه فعلا من وجهه نظري، لانه على اقل تقدير خرج من غير اهداف، وفي نفس الوقت ادى اريحيه لاعبتنا في الدقيقة 6 بالانفراد اللي شاله ده ان احنا نقدر نجيب جون في اي وقت. نكمل بعد كده زي ما قلت لحضرتك الخروج الخاطئ للحارس، هو متهور على طول في الخروج الخاطئ. كرة اتعملت طولية من على ما اعتقد كانت من مروان عطية، لا امام اللي لعبها بعد كده، لا اتعملت من مروان عطية، خروج خاطئ للحارس لان تمركزه كان ورا قوي، عقبال ما راح قدر امام يلحقه ولعبها جت في العارضه للاسف، وبعدين ردت الكهرباء برضو اللي حطها في العارضه، فدي طبعا زي ما قلنا كان تحرك خاطئ من الحارس. الكره اللي بعدها برضو نفس الكره هي لما تردد من كريم فؤاد وراحت لامام. انا عايز اقول حاجه هنا، الحارس الكره الحارس اصلا كان جنب العارضه دي ايوه عشان يواجه كريم فؤاد، لما الكره عليت منه تقديرا الكره بعيده مش هيقدر يوصل لها. فهو برضو عشان متهور وعايز يخرج برضه خرج بزياده عن اللزوم. لو امام ركب الكره دي كويس وحطها في اي زاويه جول، انما برضه امام وجه الكره غلط، فهي سهل جدا ان في ده برضه خروج خاطئ لحارس المرمى. وزي ما قلت لحضرتك هو يعني عنده مشكله كبيره في موضوع التوقيت دون وظاهر جدا هنا. في طبعا الارض مش كويسه بصراحه، يعني هو بيجري اتزحلق ممكن يخش جول. الحمد لله يعني بالنسبه لنا احنا، بس ممكن يحصل الكلام ده فينا. أيوة. فيعني موضوع ارضيه السلام دي هي ارضيه الملعب مش زي ارضيه استاد القاهره بصراحه. أكيد. يعني اكيد اكيد هو اكيد بتاثر على اللعيبه كلها زي ما طبعا زي مليون ما عارفين. في الدقيقه 6 ودي الدقيقه اللي الشناوي غير فيها نتيجه المباراه بالتصدي بتاعه. صح. لان لو كانوا هم هدفوا الهدف الاولاني كانت هتبقى الامور صعبه، الدنيا صعبه جدا في الدقيقه 5 وبدري، وكنا لسه مضيعين واحده جت في العارضه مرتين، فالاحساس بيبقى. صح. صعب، ولو دخل فينا جون هنبتدي نحاول نجيب الاولاني عشان نتعادل. ده اول 5 دقايق كان فيها احداث تقريبا الشوط الاول كله بالظبط تقريبا. يعني بص حضرتك دلوقتي 5 حاجات 1 2 3 4 5 مفيش حاجه غير في الدقيقه 24 وبعد كده الشوط الاولاني خلص بالظبط.
فيعني طبعا تصدي هايل للشناوي وفرج جسمه بطريقه مميزه جدا وطلع قفل على الراجل. خلي بالك لو ايده جنبه مش هيطلعها، انما عشان ايده طالعه بره جسمه فالكوره عرف يتعامل معاها كويس جدا لان حركته كانت هايله في الكوره دي. في الدقيقه 24 يمكن برضو نفس القصه دي شوطه، عشان برضو الحارس بيعمل حاجات غريبه يعني، وانا زي ما قلت حضرتك هو بيعمل حاجات غريبه. الكوره دي كانت شوطه من حسين الشحات، جه يمسكها بيهمد الكوره جت في رجله. لو بس كهربا كان قريب او امام او كريم فؤاد كان قريب من الكوره كان ممكن يوصل لها بسرعه. مزبوط. لان الحارس يعني مسكته للكوره غلط، تهمدته للكوره وقعت منه وجت في رجليه، كان ممكن يبقى هدف لينا، انما عموما مشيت الكوره وعدت على خير. في الدقيقه بعد كده 29 في تعامل خاطئ من عرضيه من ناحيه اليمين لحسين الشحات، بيعملها بوش رجله خارجي، لو كان في حد مكمل من الناحيه الثانيه خاصه كريم فؤاد كان ممكن يحطها بكل اريحيه. زي ما قلت لحضرتك هو ناحيه شمال يمينه هو اللي هي شمالنا احنا، شمالنا احنا اللي هي بتاعت حسين الشحات، يمينه هو مزبوط. هو ما بيعرفش يتعامل معاها في الكورسات كويس، ولكن ما حصلش. كان لازم كريم يبقى قدام شويه عشان يعرف يتعامل مع الكوره ونحرز منها هدف، بس ما حصلش نصيب. دي يمكن اهم حاجه في الشوط الاولاني. بعد كده يجي في الشوط الثاني كره هايله، انا قلت لحضرتك هو عنده سرعه رد فعل غير طبيعيه بالنسبه لفيليكس تشاي او كاي، عنده سرعه رد فعل غير طبيعيه. كره هايله لكريم فؤاد، عمل كروس طلع كهربا ركب الكوره، ولكن رد فعله في منطقه ضيقه جدا في اقل من 2 متر قدر يطلعها. مش عارف الصوره مش معانا، ايوه هي دي. يعني لو تعرف تسحبها ورا شويه عشان يبان تمركز الراجل واقف على رجليه ازاي وقريب من الارض وفتح رجليه فتحه مناسبه على قدر كتفه عشان يقدر يتعامل مع الكوره. صحيح هي جت في مساحته، بس هو لو مش في التمركز ده مش هيعرف يطلع الكوره، ومش ولو رجليه اوسع من كده مش هيعرف يتعامل، لو رجليه اضيق من كده مش هيعرف يتعامل. فهو كان تمركزه هايل وسليم وقدر ياخد رد فعل في مسافه ضيقه جدا وقدر يتعامل معاها كويس. يمكن بعد كده في الدقيقه 53 كره 1 2 من راحت للراجل بتاعهم رقم 3 الخطر دون، ولولا وجود الشناوي في الحته دي كان الكره دي هدف، وكان هيبقى خطا كبير من محمد عبد المنعم، لانه في الكره دي تحديدا محمد عبد المنعم ساب الراجل بعد ما عمل الوان وسابه وطلع لقدام. وبص محمد عبد المنعم فين لولا تواجد الشناوي في الحته دي. زي ما قلت في الاول تغطيه الشناوي النهارده كانت هايله، وقدر يتعامل مع الكره دي بامتياز وقدر يخلصنا برده، وكنا لسه 0-0 لو ما كانش الشناوي موجود والراجل راح لانفراد وجابها كانت هتبقى برضو مشكله صحيح. كبيره. عشان كده برضو انا بقول للشناوي هايل. في الدقيقه 55 مفيش سوري في الدقيقه 63 تصويبه من ديبيس. انا قلت لحضرتك قبل المباراه ان الراجل ده في التصويبات العاليه بيعرف يتعامل كويس جدا في التصويبات العاليه، انما اي حاجه على الارض ممكن تخش بسهوله، والتصويبات الوحيده اللي جات له النهارده كلها كانت عاليه. يمكن تصويبه حسين الشحات كانت عاليه في منتصف الجون ما عرفش يمسكها، التصويبه دي كانت عاليه ولكنه فارق جسمه. انا قلت لحضرتك هو بيمتاز بالرشاقه والمرونه العاليه جدا، وده كان اكيد وظاهر جدا في كره زي دي انه فرد جسمه على اقصى ما يكون، وتحس انه مش 180 سم، تحس انه 190 سم في كره زي دي، لان رشاقته كانت عاليه وعنده مرونه عاليه جدا. في الدقيقه 66 بقى نتكلم على الهدف بتاع كهربا الاولاني. الهدف بتاع كهربا هو تعامل مع شوطه امام وما فكرش في كهربا خالص، هو ما كانش شايف كهربا وعشان كده راح في حته والكره راحت في حته ثانيه. بالظبط. هو لو كان شايف كهربا بدل ما يترمي حضرتك بالجنب كده كان اترمى في اتجاه كهربا بطريقه مقصيه او باتجاه بزاويه 45 بدل ما يترمي بالعرض. لو كان قطع في باتجاه 45 هنا هبان اكتر، هو رايح في حته والكره في حته. هو بقى لو كان قاطع ناحيه كهربا حتى لو كهربا كان لمس بدماغه كان ممكن يعمل بلوك عليه بايده ويطلعها، بس هو راح على كره امام. بالظبط. هو مزبوط. هو ما شافش كهربا بالزبط. ودي مشكله عنده هو، والحمد لله انها حصلت. في الدقيقه 68 لا مفيش 68 72 دي هنا، بس انا عايز قبل الكره دي في واحده قبلها، او انت يعني مشي لي كده في ايوه الفريم اللي قبله. بص يا كابتن هنا وكروس بيتعمل، الشناوي واقف لو حد ملاحظ على القريبه. مظبوط. ليه بقى؟ لان هم كلهم وهم بيتحركوا تقريبا، ده اكيد اكيد ده تكتيك بتاع مدير فني او مدرب الحراس مستر ميشيل، معرفه ان الناس دي بتلعب كروسات على الكره القريبه فلازم اكون قريب من الضيقه، بدليل ان الشناوي بينه وبين العارضه 2 ياردة بس، وده مش تمركز صحيح. ولكن في الموقف ده ساعات الفولس بوزيشن يخليك تطلع الكره بكل سهوله. مظبوط. وهنا
الكرة أول ما اتلعبت بالدماغ الشناوي ما عملش غير إنه خد خطوة واحدة بس جانبية، ولما بص نرجع للكرة اللي نرجع بقى للصورة اللي الشناوي طلع منها مفيش بالظبط خطوة صح؟ ما عملش أي حاجة هو زق بس. فده هنا بس عشان الناس ما تبقاش فاهمة التمركزات كلها إن أنا لازم أكون تمركزي صحيح 100%. أنا ممكن أكون تمركزي صحيح في الوقفة الجسدية، ولكن وقفتي في الملعب فين؟ في حاجات كتير كمدرب حراس او كمدير فني بيتكلم فيها مع الحارس، بان في فرق معينه بتلعب الكورسات كلها على الاولانيه، في فرق بتلعب على البعيده وتترد تاني، في فرق بتلعب الكروس لبره فلازم اطلع بتلعب الكورنرز والفاول بتلعبه لتحت عشان الناس تطلع ويخش ناس تانيين. فالتمركزات هنا لازم تكون الحارس يكون معرفها، ولازم يكون المدير الفني او مدرب الحراس. الهدف الثاني هنا طبعا تحرك 10 على 10، وانا جايب الصوره دي تحديدا ليه؟ لا قبل دي معلش ثواني تحديدا انا واقف في الكوره هنا، الكوره دي باص من حسين الشحات لكهربا، وكهربا بيقطع من قدام الراجل وبيحطها. الراجل ده التمركز بتاعه يدرس. طالما المسافه اقل من 5 ياردة انا لازم كحارس اكون نازل لتحت قوي. ليه؟ عشان اقفل اكبر مساحه، ويا ريت تكون معايا ارجع لي تاني معلش عشان بس ابقى معاك، ارجع لي انا بقى سيبك من الصوره وارجع لي انا على الهوا. هو عمل فعلا كده. ايه معايا؟ طيب انا عايز كل ما يبقى بيني وبين المهاجم 5 ياردة انا لازم اكون قريب لتحت ومايل بجسمي وطالع لقدام عشان اقفل له المساحه بتاعته كلها في الحته دي. انما لو المسافه اكتر من 10 ياردة انا لازم اكون واقف جسمي فوق. طالما المساحه بيني وبين الراجل اقل من 5 ياردة لازم اكون تحت وقافل كده عشان اي حاجه في مساحتي او في حواليا اعرف اتعامل عليها. لو تحت على الارض هطلع، لو فوق هطلع. وده كان تمركز هايل من الـ من الـ من الحارس كاي، وقدر فعلا يتعامل مع كهربا، ولكن في الثانيه ما قدرش يوصل لحسين الشحات. وبرضه هوريك بقى الفرق في التمركز هنا. بص بقى فتحه رجليه لما امن على الارض، بص فتحه رجليه قد ايه. في حد هيقدر ياخد تراي من هنا بالطريقه دي؟ او بس حتى هو هيعرف برضه ما لحقش لان المسافه قريبه قوي وصعبه قوي. عارف قوي لو قريبه قوي وصعبه قوي هو لو من مكانه طار على طول على الارض يعني بعد ما صد هيلحق وقع. يلحق لو طار يلحق والله. انما هو ما اختارش اصلا، هو قام وحرك رجليه فتح رجليه على الاخر، كانت الكره في الجول بس. ايوه صح. انما هو لو من مكانه زي ما هو في الارض وراح طاير من مكانه هيقفل الجون، خاصه لان الزاويه الضيقه مش ضيقه قوي على حسين. بس برضه ارجع اقول لحضرتك الحمد لله على كويس انه ما طارش. ما انا بقول الحمد لله انه ما طارش، الحمد لله انه هو ابتدى يقف الاول. يمكن اخر حاجه الهدف الثالث برضه الكوره هنا، انا جايب برضه الهدف عشان اوريك التمركز. بص الراجل جوه ال 18 وهو طلع له عند العرضه الاولانيه بره خالص، طلع لبره عند العرضه الاولانيه. اول ما اتعملت بالعرض التحرك بقى هنا التحرك بتاع لا ثواني معلش انا جايب الصوره اللي فاتت دي. بص يا كابتن الطبيعي هنا انا عشان الحق ما اخدش رجلي اليمين الاول، المفروض اخد الرجل العكسيه الشمال الاول عشان اعرف اتحرك كده وابقى اسرع. انما لما اخد يمين الاول هاخد واحده في الثانيه عشان انقل. انما هو المفروض الطبيعي ياخد الشمال الاول اللي هي او يعني يا ريت تبقى معايا في الهواء. انا لو الراجل خد الرجل اليمين، لما خد رجل اليمين خد وقت اكتر، لو كان خد رجله الشمال الاول كده كانت بقت اسرع جزء من الثانيه وقربته للكوره اكتر. انما الحمد لله برضو نفس الكلام، بس احنا بنتكلم ده للناس كلها عشان كل الحراس يعرفوا ان الحركه بالرجل العكسيه بتخليك اقرب واسرع من الرجل الاولانيه في الحركه مش في التمركز. لكن في الكوره دي صلاح محسن عملها كويس قوي هايل. لانه اداله عكس حركته، عكس اتجاهه وهو جاي يجري بوشه صعبه جدا بالنسبه له. بس فاعتقد الحمد لله يعني اللي قلنا عليه حصل. لو قيمنا حراس المرمى درجات الشناوي ياخد كام وفيليكس ياخد لا النهارده الشناوي ياخد 9.5 من 10 يعني هو مش هدي له 10 عشان انا ما بحبش ادي 10 يعني مفيش حد كامل. ايوه ده شيء طبيعي وفيليكس يبقى عنده غلط في اي حاجه وما عندوش غلط النهارده. ايوه ولكن مفيش كمال لله سبحانه وتعالى. الحارس بتاعهم اعتقد ياخد 6.5 7 من 10 وثلاثه دول اللي خدهم. ما هو الثلاثه برضو خلي بالك هو شايل غيرهم وزي ما قلت لحضرتك هو شايل حاجات صعبه جدا. بتاع الكهرباء دي مميزه جدا جدا جدا. أيوة يعني اول كوره دي في الشوط الثاني 49 دي صعبه جدا جدا يا كابتن. صحيح. فلا اعتقد الراجل يعني 6.5 7 يبقى ما هو ممكن ثلاثه يشيلوا داخل ويشيل خمس تجوان وده اللي حصل. مظبوط. فلا يعني نديله حق حتى الجون الثاني
التصدي هاي الكره من كهربا، لما راحت لحسين ما عرفش يتعامل معاها كويس لما حسين حطها في الدقيقه، انما في الاول وفي الاخر هو الراجل جون كويس. وزي ما قلت لحضرتك هو دلوقتي موجود في منتخب غانا، واعتقد انه هيكون ليه دور كبير جدا في بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن احمد، شرفتنا والف مبروك حبيبي يا كابتن. الله يبارك في حضرتك. هنروح لمباراه، وبعد مؤتمر مستر كورر هيشرفنا محمد البازلي تحليل الرقمي لمباراه اليوم. Ich denke, wir haben gut angefangen, haben uns Möglichkeiten rausgespielt, leider haben wir keine Tore gemacht und haben dann in der ersten Halbzeit ja auch auf unserer Defensivseite hat der Gegner zwei, drei Möglichkeiten oder wir haben da nicht so optimal gespielt und ja, war dann nach der zweiten Halbzeit war besser. Wir waren in der ersten Halbzeit noch zu hektisch mit zu vielen Ballverlusten, zu viel Hektik auch drin und zu wenig Kombinationen und das war in der zweiten Halbzeit dann besser und mit den Toren ist dann eh dann noch ein bisschen mehr Sicherheit dazugekommen und schlussendlich sicher verdient der Sieg. احنا بدأنا المباراة والشوط الأولاني بشكل كويس جدا وخلقنا فرص في الأول كتير، وكان مفروض ان احنا كنا نتقدم في النتيجة بسرعة، لكن احنا ما حرزناش للأسف أهداف، وبعدين بدأنا نصعب الماتش على نفسنا، بدأنا نسمح للمنافس انه يخلق فرصة او اثنين او ثلاثة، ده بسبب ان احنا كناش هاديين، ما كناش بننقل الكره كويس، كان في بعض التراخي والريتم بتاعنا ما كانش احسن حاجه. نزلنا الشوط الثاني، الشوط الاولاني كمان كان من ضمن الاسباب ان احنا كان في حاله تسرع كبيره جدا، بنفقد الكره كتير بسرعه وما بننقلش كره كويس مع بعض. الشوط الثاني كنا احسن كتير وقدرنا ان احنا نجيب جون واثنين، وكل ما بتجيب جون الثقه بتزيد فبتلعب احسن وادائك بيفضل، واعتقد ان احنا كسبنا في الاخر بشكل مستحق. في البدايه طبعا كوتش مبروك، نتيجه جيده. شفنا الشوط الاول كان في غياب انسجام بين لاعبي الاهلي، ايه السبب او من وجهه نظرك؟ ان الاسه هاب سايت هات دي هارموني gefehlt zwischen die alle Spieler ihrer Meinung nach dann warum hat es gefehlt die Harmonie und die guten Kombination zwischen den Spielern dann in der ersten Halbzeit. Ja, gut. Ist natürlich auch immer schwierig dann, wenn man, wir haben jetzt nur zwei Tage zusammen trainiert, die Nationalspieler sind zurückgekommen und es ist immer schwer. Also das war auch in meinen vergangenen Vereinen so, wenn die Nationalspieler zurückkommen, wenn von überall her auch und das erste Spiel dann, es braucht einfach wieder Rhythmus und es braucht wieder Anpassung aneinander. Das war die erste Halbzeit, haben wir eben noch zu wenig präzise kombiniert und das haben wir dann in Pause angesprochen und da war sicher die zweite Halbzeit war es besser. طبعا بيبقى في دايما مشكله لما لعيبه المنتخب تجي لك متاخر، بيبقى عندك يومين بس للتمرين، يعني احنا الفرقه اتمرنت مع بعض كلها يومين فقط وده قليل قوي، وده بيبقى عامه بيحصل حتى في النوادي اللي انا دربتها قبل كده، لما اللعيبه بتجي لك من منتخبات من كل حته في العالم ويجوا لك يلعبوا معاك يومين بس، اول ماتش ده دايما بيبقى فيه صعوبه ان الفرقه تخش في الريتم بتاعك، ريتمك انت مختلف عن ريتم المنتخبات، بتلعب بطريقه مختلفه، عقبال ما اللعيبه بتاخد على بعض وبتاخد على الطريقه وبتاخد على الريتم بتاعنا، ده بياخد وقت، وده اللي كان الشوط الاولاني حاصل، عشان كده كان في غياب شويه للدقه في التمرير بالذات الشوط الاول. الشوط الثاني اتكلمنا في ده وظهرنا بشكل احسن كتير. Gratuliere dann natürlich dann als Assistent für den Sieg und die drei Punkte. Das Positive, was heute wir gesehen haben, dass Herr Koller dann früh, wie nicht, wie wir immer von ihm erwarten, dann früh ausgewechselt hat. Das war positiv. Jetzt dann der negative Punkt ist, dass er da dann so viele Chancen vergibt, immer wieder. Wir haben ja 3-0 gewonnen, das ist auch gut. Aber wir haben in der ersten Halbzeit so viele Chancen vergeben und das Ergebnis hätte dann viel besser gewesen sein können. Ja, das ist auch nichts Neues. Wir haben im letzten Jahr auch in der Meisterschaft haben wir meisten Tore erzielt und wir haben aber auch meisten Chancen vergeben, also zusätzlich. Ja. Und, kann man vielleicht auch anhand der Plätze, ja, also der Platz hier,
ist natürlich nicht gleich wie der im Kairo-Stadion. Also das sind schon Unterschiede auch. Und dementsprechend ist das natürlich auch schwieriger für die Spieler. Ja? Dass, wenn der Ball dann plötzlich aufspringt vor dir, weil der Platz nicht eben ist. Und das sind halt Kleinigkeiten, die hier noch dazukommen, aber die es für die Spieler schwieriger machen. للاسف هي مش مشكله جديده، احنا معانا من السنه اللي فاتت كنا اكتر فريق احرز اهداف وفي نفس الوقت اكتر فريق خلق فرص وضاعت منه فرص، فالمشكله دي معانا من السنه اللي فاتت، ليها عوامل كتير لكن ممكن عامل منها من ضمن العوامل هو سوء ارضيه الملعب. ملعب السلام مش زي استاد القاهره ولا يمكن مقارنته الارضيه باستاد القاهره. الحاجات دي بتفرق في ايه؟ ان انت كلاعب بتبقى الكره جايه لك وفجاه تلاقي الكره عملت حركه مختلفه او بتنط بتعمل بند قدامك ترتفع، سرعه رد فعلك مستحيل انها تبقى بنفس سرعه الكره، فتلاقي الكره ما بتجيش في رجلك زي ما انت عايز فتطلع بره. فجوده الملعب ممكن جدا بتاثر على ضياع الفرص، عنصر من ضمن العناصر مش العنصر الوحيد، لكن هي التفاصيل الصغيره دي اللي بتفرق في ان كره تخش وكره لا، او انت تكسب او ما تكسبش، فده عنصر من ضمن العناصر. لكن بنتمنى ان الامور تبقى افضل في الفتره الجايه. الف مبروك مستر مارسيل، كل التوفيق غدا انتظم معاك في بنزيك. الكبيره اللي حصلت تغييراتك في الماتش طبعا بنوجه لك التحيه عليها، بس كنا حابين نعرف ايه اللي استهدفته من التغييرات دي؟ هل مجرد تغيير دماء لاعبين مركز بمركز، ولا الاختراق من العمق، ولا زياده التفاعليه الهجوميه؟ وكمان عاوزين نعرف التغييرات كان فيها نوع من انواع المغامره، ولا كنت انت حاسب Sie haben dann Auswechselspieler gebracht und das hat wirklich viel gebracht. Das war früh, das war besser und man hat gesehen, dann nachdem hat die Mannschaft viel besser gespielt. War es so, dass sie wollten nur eine Position für eine Position, das heißt den gleichen Spieler wechseln in der gleichen Position, neues Blut bringen? Oder war es dann auch taktisch, gab es dann Ziele, dass sie zum Beispiel von der Mitte mehr spielen oder mehr offensiv spielen? Gab es Ziele für, von Ihnen ihrerseits dann für diese, wie sie wechseln dann? Ja, klar, dass wir nach vorne noch mehr Druck entwickeln können und noch mehr Tore schießen. الهدف كان طبعا ان احنا نعمل ضغط اكتر هجومي وضغط اكتر قدام وان احنا نجيب جوان. Aber es wäre vielleicht gut für das nächste Spiel, dass ich von jedem von euch irgendwie Mobile Nummer bekomme und dann kann ich euch anrufen, wann ich wechseln soll oder wen ich wechseln soll und in welcher Minute und dann sind vielleicht dann alle zufrieden. اعتقد ممكن كمان ان انا ممكن بعد المؤتمر الصحفي اخد نمر تليفوناتكم كلها وابقى اتصل بيكم اسالكم انا المفروض اغير في الدقيقه كام واغير مين، وكل واحد يبقى مسؤول قدامي وقدام الجمهور على الراي اللي هو قاله، وكده كلكم طبعا هتبقوا مبسوطين جدا وكله هيبقى سعيد جدا بقرار زي ده اكيد. وكمان طريقه اللعب بالمره كمان. اخر سؤالين هنا. Letzte zwei Fragen. Ich gratuliere für den Sieg. Salah Mohsen hat ein wichtiges Tor geschossen heute für Ali. Schönes Auge. Wie sehen Sie Salah Mohsen dann nach der Verletzung auch von Toni? Ist er der Stürmer für Ali? Ja, also er war ja, als wir angefangen haben, war er, glaube ich, zwei oder drei Trainingseinheiten mit dabei und dann ist er weg. Zu Sermica hat sich ja da verletzt auch und dann hat er da eigentlich gut gespielt. Wir haben ihn zurückgeholt und es ist hier natürlich schon wieder oder nochmals ein bisschen anders wahrscheinlich als bei anderen Vereinen. Und er muss sich halt auch noch ein bisschen anpassen. Er hat ja da vom System, von der Taktik her, natürlich auch von seiner Fitness her, da hat er natürlich auch jetzt in dieser Zeit daran gearbeitet. Und ich freue mich, dass er heute mit dieser Einwechslung noch ein Tor schießen konnte. Und es war ein sehr schön herausgespieltes Tor. Und ich hoffe, dass er noch mehr von dem bringen kann. صلاح لعيب كويس طبعا. هو اول ما جيت انا مصر كان ما اتمرنش معايا غير تمرينه واحده تقريبا، وبعد كده خرج على سيراميكا اعاره. لعب في سيراميكا كويس وادى اداء كويس جدا، فقررنا ان هو يرجع.
لكن النادي الاهلي مختلف. النادي الاهلي الضغوط مختلفه، الريتم مختلف، طريقه اللعب مختلفه، كل الحاجات دي بتحتاج وقت عشان خاطر انت كلاعب تقدر تخش في السيستم بتاعي والنظام بتاعي والطريقه بتاعتي. كمان اللياقه البدنيه اللي هو جاب بيها ما كانتش احسن حاجه، هو اشتغل على نفسه الفتره الاخرانيه ان هو يحسن اللياقه البدنيه وان هو يقدر ان هو يهضم الطريقه بتاعتنا واللي احنا بنعمله في الملعب. وجاب النهارده جون بجمله كلها على بعضها كانت جميله جدا، جون حلو قوي. فهو اتكافئ على مجهوده الفتره الاخرانيه، لكن الاهم في كده في النادي الاهلي ان انت تكمل، وان انت تكمل تطور وتحسن، وان انت تستحمل الضغوط وتقدر تكمل على كده. هي الموضوع ما بيبقاش جون وخلاص. يمكن انا بهنيه على الجون اللي جابه، بس لازم بقول له ان انت قدامك لسه طريق طويل عشان خاطر تفضل على كده وتتحسن. يعني اخر سؤال، مبروك الفوز. مش كاتولي غير انترنزيك. اخد من كلامك نقطه مهمه جدا، انت قلت كان في تراخي في الشوط الاول. الحقيقه جمله كلمه التراخي دي هي وصف الموسم الاهلي من بدايته، حتى في قلق من جمهور الاهلي. الاهلي خسر بطولتين، شايفين اللعيبه مش متقبله النقد اللي بيحصل لها على اضاعه الفرص زي ما حضرتك متقبله وبتشرحه، شايفين اللعيبه ردودها فيها تعالي، شايفين مفيش الجوع والعطش اللي كان مع حضرتك الموسم اللي فات كان بيتاجر في الملعب لنتائج كبيره، واللعيبه كانت بتنزل من اول الشوط الاولاني عايز تكسب. الموسم ده نحس ان اللعيبه نازله عارفه انها تكسب في اي وقت، اللعيبه كسبت كل حاجه السنه اللي فاتت. فهل مستر كولر شايف ان في فرق في لعيبته في التدريب؟ خصوصا احنا عارفين اللعيب المصري وطبيعته لما بيكسب كل حاجه بتبقى حته انك تشحنه تاني ان هو يكمل ويستمر في المستوى ده بتبقى صعبه، واشتكى منها مدربين كبار قبل كده زي جوزيه حته ان انت بعد ما تكسب كل حاجه لازم تخلق دوافع جديده للاعيبتك. Das ist so, sie haben dann, ich nehme dann von ihrem Satz oder ihrer Beschreibung von der ersten Halbzeit und mache ich weiter. Sie haben die erste Halbzeit beschrieben, dass die Spieler nicht konsequent genug waren. Wir haben als Journalisten den Eindruck, und ich glaube auch die Fans dann haben den gleichen Eindruck, dass die Ahli-Spieler dieses Jahr dann anders als letztes Jahr sind. Die sind ein bisschen überheblich. Es ist, als ob sie sind auch aggressiver gegenüber die Fans dann, wenn sie die Kritik gegenüber Kritik, zum Beispiel, sie haben uns heute erklärt, dann das mit den Chancen vergeben, ganz ruhig. Die Spieler sind aktuell, können keine Kritik mehr annehmen. Die sind überheblich, wie sie mit dem Fußball umgehen, oder das ist der Eindruck, den wir haben. Sehen Sie das auch so, dass die Spieler überheblich geworden sind? Viele Trainer vor Ihnen haben immer beschwert, dass der ägyptische Spieler allgemein, wenn er viel erreicht oder viel gewinnt, dass er in diese Phase kommt, in so einen Tunnel, dass er Überheblichkeit und dass es ihm alles egal ist. Oder er denkt, die werden eh gewinnen. Also das ist dann, das kommt von allein und dass sie werden gewinnen, weil sie alles schon erreicht haben. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist ja nicht das Gleiche. Und das ist natürlich schon so, wenn man im letzten Jahr fast alles gewonnen hat oder 5 Titel geholt hat, dass man dann als junger Mensch auch, wenn man noch nicht diese Erfahrung gemacht hat, dass man dann denkt, okay, ja, wir sind ja eh die Besten und es kann nichts passieren. Und ich bin da natürlich schon auch dagegen arbeiten, dass das nicht passiert, dass wir von unserer Seite gegen uns, will auch Champions League Sieger, da will jeder gewinnen. Da gibt jeder mehr als vielleicht gegen eine andere Mannschaft. Und das habe ich heute den Spielern auch gesagt. Und darum ist wichtig, dass wir, jeder Einzelne von sich aus, mehr geben muss auch wieder. Ja? Und wieder alles reinhängen und dann haben wir auch die Qualität, um dann die Spiele gewinnen zu können. بأيد حضرتك في الكلام اللي انت قلته، وده للأسف حقيقة. أحيانا ممكن يكون في هقول بني أدمين، مش لعيب الكورة، بني أدم صغير في السن حقق حاجات كتير، فيبدأ يحس إن هو عشان نقص الخبرات إن هو خلاص أنا وصلت لكل حاجة، فأنا بقيت أحسن واحد، أنا بقيت أحسن فرقة، أنا أقدر أكسب بأي طريقة بأي شكل. لو أنت ما عندكش الخبرات الكافية ممكن تقع في الحفرة دي وتبدأ ترتكن لده. وانا بشتغل على ده كل يوم تقريبا، وانا بحاول اطلع اللعيبه من ده، وبحاول ان انا اشرح لهم ان ده مش حقيقي، وان انت دلوقتي بقيت حامل اللقب، كل واحد هيجي يلعب ضدك هيلعب بدوافع مختلفه، وهيبقى يلعب هيدي اكتر من 100% بتاعته، ممكن هيدي 200% و300% من اللي هو اصلا بيديه قدام فرقه ثانيه. قدامك انت هيبقى مختلف وهيبقى عايز يعورك عشان انت البطل. فبحاول ادي ده للعيبه، بحاول ان انا اقاوم الفكره دي اللي بتسيطر عليهم، لكن انا بحاول اطلعهم منها كل يوم. وده اللي انا قلته النهارده للعيبه في محاضره قبل الماتش وفي بين الشوطين، ان احنا ازاي نبقى نطلع اللعيبه من ده، يبقى دايما الدوافع متجدده، وانه ما يحسش ان هو
بالتعالي ده او ان هو خلاص حقق كل حاجه، لا احنا ما حققناش اي حاجه، ده موسم جديد نبدا من الصفر ولازم ان احنا ندي كل حاجه فيه. شكرا لك من التليفون ما اعرفش ها التليفون نمر التليفونات. ورجعنا لكم مرحب الزميل العزيز محمد الباز. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن. مساء الخير على الكباتن. ايه اخبار الارقام النهارده؟ نفس الكلام، يعني بقالنا فتره كذا ماتش ورا بعض ارقام الشوط الاول غير ارقام الشوط الثاني. مظبوط. ودي حاجه بقت يعني بيتم ملاحظتها ولابد من اللي واقفه عليه عشان نبدا نشتغل ونحسن في الارقام. اكيد خلينا نبدا بارقام الشوط الاول. ماشي. سريعا ونشوف المباراه كانت ماشيه ازاي بالارقام في كل الاكشنز الدفاعيه الهجوميه وتاثيرها على ارضيه الملعب. يعني عايزين نشوف طبعا خرجنا طبعا نتيجه سلبيه 0-0. الاهداف اخطاء، كان في بعض التوتر والعصبيه شفناها، 5 أخطاء ضد الاهلي، 3 ضد مديامه. الركنيات حتى ما وصلناش بشكل كبير على المرمى، يعني 2 ركنيه للاهلي مقابل ركنيه واحده لمديامه. نفس الكلام في التسلل، 1-1. بالنسبه للتسديدات، بالنسبه للاهلي طبعا كان في 11 تسديده منهم بس 4 اون تارجت بنسبه يعني دقه 36%. 11 تسديده في الشوط الاولاني كان رقم كويس معقول. بالنسبه للتسديدات على المرمى رقم طبعا معقول، ولكن 4 فقط اون تارجت على 3 خشبات. بالنسبه لمديامة طبعا ما وصلوش بشكل كبير، ولكن الفرصتين اللي احنا شفناهم او التسديدتين اللي احنا شفناهم كانوا شكلوا خطوره على مرمى الشناوي. الشناوي فعلا تصدى لاحدهم، واحده فقط اون تارجت اللي شالها الشناوي بنسبه 50. طب بالنسبه للاستحواذ والسيطره، طبعا بنبص على الاستحواذ، نكمل هنبص على الاستحواذ. هنا كانت 69% استحواذ للنادي الاهلي في الشوط الاول مقابل 31% لمديام. الاهداف المتوقعه الاكس جي كان ممكن نصل لهدفين من اجمالي التسديدات والفرص اللي احنا شفناها. الفرص 9 فرص للنادي الاهلي مقابل فرصتين لمديامه. حتى في الاكس جي الاهداف المتوقعه لمديامه حتى ما حوصلوش لان هم يحققوا هدف وحيد، هو الهجمه او الهدف اللي شاله الشناوي، الهجمه الخطره التسديده اون تارجت. بالنسبه للتمريرات الاهلي طبعا لعب، يعني نرجع للتمريرات اللي قبلها، دخلنا يعني التمريرات 272 تمريره، 232 منها 85% دقه، دي حاجه كويسه. بعض الشورت باسس شفناها في اثناء المباراه وهنستعرضها ايضا بالحالات. بالنسبه لمديامة 117 تمريره، يعني ده بيقول لك ان احنا طبعا الاستحواذ 69% كان معظم الوقت طبعا الكوره ما بين رجل لعبتنا. بالنسبه للتمريرات القصيره او الشورت باسس لعبناها بشكل كبير جدا، 242 شورت باس، 219 منهم بدقة 90%، وده كان شيء كويس جدا في الشوط الأول إن احنا مسكنا الكرة بشكل كبير جدا، نقلنا الكرة ما بين لاعبتنا ما بين رجل لاعبتنا الشورت باسس. الناحية التانية كانت أرقام ضعيفة جدا لمديامة، 92 تمريرة قصيرة، 72 بس منهم صحيحة بنسبة 78% دقة لمديامة. التمريرات الطولية طبعا زي ما احنا شايفين هم بدأوا يلجأوا لللونج بولز، 22 هي رقم طبعا مش كبير على يعني إطار المباراة والشوط الأول، 6 منهم بس صحيحة 27%. بالنسبة للنادي الأهلي لعب 17 لونج بول، 9 منهم صحيحة بنسبة 53%. العرضيات احنا وصلنا عملنا عرضيات 13 كروس، 13 عرضية منهم بس 4 بشكل صحيح يا كابتن أيمن، 31% الدقة بتاعتهم. أما مديامة عملوا 3 عرضيات، 2 بشكل صحيح والدقة كانت 67%. الكسب الكرة واستخلاصها واسترجاع الكرة كان بشكل كبير جدا عند الأهلي، 53 مرة مقابل 54 مرة لمديامة ده خلال الشوط الأول. وخسرنا الكرة 22 مرة في الشوط الأول، مديامة طبعا خسر الكرة 17 مرة. أنا بعد إحصائيات الشوط الثاني هقول لحضرتك مين أكتر حد النهارده من لعيبتنا خسر الكورة، ومين أكتر حد استطاع النهارده إن هو يستخلص ويسترجع الكورة بشكل كبير جدا. نخش بسرعة بقى على إحصائيات الشوط الثاني لوحدها. بالظبط. هنشوف بقى أرقام مختلفة تماما زي كل مرة بنقول. يعني المباراة طبعا انتهت أو الشوط الثاني حرصنا فيه 3 أهداف. أخطاء برضو زاد، شفنا توتر وعصبية بعض يعني اللقاءات، بعض اجواء المباراه بتاعه الشوط او الشوط الثاني تحديدا، 7 أخطاء او فاولات للاهلي، 3 مديامة. الركنيات لا وصلنا، كان في ركنيات كتيره، في 6 ركنيات للنادي الاهلي مقابل ركنيه واحده لمديامة. التسلل ما فيش ولا تسلل للنادي الاهلي في الشوط الثاني، تسلل واحد على مديامة. التسديدات بقى هنا في 13 تسديد ولكن 8 منهم اون تارجت، ده رقم كبير طبعا مقارنه برقم الشوط الاول.
بدقه 62%. مدياما عملوا 5 تسديدات على المرمى منهم 2 اون تارجت وبنسبه 40%. ده الشكل الهجومي مبدئيا. بالنسبه للاهداف المتوقعه، لا احنا بقى الاكس جي كان في الشوط الثاني من واقع التسديدات والفرص كان ممكن نصل لثلاث اهداف او اكثر من ثلاث اهداف. مدياما طبعا كان ممكن يصل الى هدف، ولكن الفرص عندنا كانت 10 فرص، 10 فرص طبعا كانت فرص كثيره جدا. يعني الشوط الاول كان فرص 9 فرص والشوط الثاني 10 فرص، يعني بتتكلم في 19 فرصه محققه النادي الاهلي خلقها. صحيح، ده في الماتش كله. مدياما طبعا عندهم فرصتين، استحواذ طبعا احنا زاد الاستحواذ اكتر في الشوط الثاني، يعني كنا بنتكلم في 63% الشوط الاول فقط، الشوط الثاني 74% مقابل 26% لمدياما. نفس الكلام في التمريرات، التمريرات نفس الكلام 296 تمريره، 254 منهم بشكل صحيح، يعني دقه 86%. التمريرات، ارقام التمريرات عموما ارقام مهمه جدا، بترسم لك ازاي الفريق كان بيمرر الكرة بشكل صحيح ودقيق، ازاي بيستحوذوا ويبداوا ان هو يحركوا الكرة وايه البروجريسيف اكشنز ان هم يقدروا يعملوا التدرج بشكل صحيح. ناحيه مدياما طبعا 99 تمريره، 60 منهم بشكل صحيح، يعني نسبه 61%، وده رقم قليل جدا جدا جدا، يعني طبعًا. حتى الشوط الاول كان تمريراتهم شكل كان ارقامهم قليله جدا. التمريرات القصيره الشوت باسز عندهم برضو ارقام قليله جدا، 67 منهم 53 صحيحه نسبه 70%. اما الاهلي كان 266 تمريره قصيره ما بين رجل لاعبتنا، 243 منهم صحيحه، يعني نسبه 91%، ده رقم ممتاز جدا. نكمل برضو اللونج بولز، احنا ما لعبناش لونج بولز برضو بشكل كبير، كان في 14 لونج بول اتلعبت منهم 6 بشكل صحيح، 43% الدقه بتاعتهم. مدياما لا لجأت يعني مقارنه بالشوط الاولاني، لا لعبوا لونج بول 20 لعبه او تمريره طوليه منهم 6 بشكل صحيح بنسبه 30%. العرضيات احنا لا رحنا وعملنا عرضيات كثيره جدا، 16 عرضيه منهم 5 فقط صحيحه، الدقه بتاعتهم 31%. بالنسبه لمدياما هم 3 عرضيات فقط، واحده منهم صحيحه نسبه 33%. كسب الكره الاهلي، كسبنا الكره ب 47 مره في الشوط الثاني، 45 مره طبعا لمدياما، ان هم كانوا بيستخلصوا الكره تحت ضغط او المس باسس اللي احنا عملناه بشكل كبير. نفس الكلام خساره الكوره، ده بالنسبه لكسب الكوره، يعني كسبنا الكوره وعملنا استخلاص وريكفري 47 مره، 45 لمدياما. اما خساره الكوره، خسرنا الكوره 15 مره، مدياما 11 مره. يعني عايز اقول لحضرتك اكثر خساره من للكوره من لعبتنا النهارده كانت لامام عاشور 11 مره، ومعظمهم كان تحت ضغط او مس باس. بالنسبه لكريم فؤاد هو رقم 2، هو خسر الكره 8 مرات من اجمالي خساره الكره النهارده. اما اكتر لعيبه عملت يعني استخلاص للكره او ريكفري الكره النهارده كان محمد عبد المنعم 14، بالنسبه لياسر ايضا 16 مره. ياسر ومحمد عبد المنعم طبعا كونهم السيد باكات هم اللي بيستخلصوا الكره، بنبدا ان هم يبنوا اللعب من الخلف. مروان في نص الملعب النهارده استخلص الكره 14 مره، ثم ياتي كريم الدبيس ب 10 مرات. ده الشكل العام لاحصائيات الشوط الاول واحصائيات الشوط الثاني. عايز اقول لحضرتك يعني صوره عامه على الجوله الاولى، ارقام الجوله الاولى اللي في البطوله كلها بقى في المجموعات. بالنسبه طبعا للاهلي اكتر اهداف كانت الاهلي وشباب بلوزداد من عندنا في المجموعه، نتكلم الاهلي 3 اهداف وشباب بلوزداد 3 اهداف، ثم ياتي الترجي بهدفين. طيب بالنسبه بقى للفرص المحققه، بالظبط، اتفضل كمل كمل اتفضل. يعني بالنسبه دي بالنسبه للاهداف، احنا طبعا على مجموعتنا متساويين مع شباب بلوزداد، بل الاهلي طبعا يعني يعتبر بنحتل الصداره مبدئيا. مزبوط. بالنسبه للفرص المحققه، المحققه يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 9 فرص الشوط الثاني بس، وفرص كبيره جدا بالنسبه للفرص اللي فعلا كان ممكن نحرز منهم اهداف على مستوى المجموعه كلها. الاهلي طبعا كان في 6 فرص محققه كان ممكن نحرز منهم الاهداف وشفنا الاكس جي. بالنسبه ثم ياتي الترجي ب4 فرص منهم 2 حقيقيه كان ممكن يحرز منهم اهداف، ثم تاتي بيراميدز 3 فرص منهم يعني فرصه واحده او كان يحرم منهم هدف. عايز اقول لحضرتك تسديدات على المرمى، احنا شفنا طبعا الاهلي النهارده تسديدات على المرمى كثيره جدا، ولكن الاهلي هو برضو حتى الان من الناحيه الهجوميه هو افضل الانديه في الجوله الاولى في التسديدات على المرمى، 11 تسديده صحيحه اون تارجت، هنتكلم دلوقتي على الاون تارجت على طول. بالنسبه ثم ياتي الوداد، الوداد 9 تسديدات اون تارجت، ثم تاتي ياتي بس الوداد خسر النهارده على ملعبهم من بطل بوتسوانا اللي غير مرشح خالص. صحيح، عايز اقول لحضرتك ان ارقام مباراه الوداد
كان الافضليه للوداد في كل حاجه. صحيح. الركنيات، التسديدات على المرمى، الفرص، الاهداف المتوقعه، ومع ذلك للاسف يعني كان في خساره. دي مفاجاه كبيره، مفاجاه كبيره جدا، بتعكس الارقام، مفاجاه كبيره. صحيح. جدا. ثم الترجي بخمس تسديدات اون تارجت، ده شكل عام كده على الجوله الاولى في البطوله بشكل عام. افضل ارقام النهارده في المباراه الاهلي وميدياما هو ارقام حسين الشحات، وده كانت برضه مفاجأة. يعني احنا شفنا حسين شحات اجتهد بشكل كبير جدا، ولكن ارقامه احنا ممكن نستعرضها مع بعض يا كابتن ايمن. نشوف بقى، هو لعب 82 دقيقة، جاب جون طبعا، ما عملش ولا اسيست، ولكن تسديداته على المرمى اللي هي اون تارجت كانت ثلاث تسديدات، شط ثلاث تسديدات ايضا خارج المرمى، حوالين المرمى، مش اون تارجت، مش على ثلاث خشبات، ثلاثة. يعني دلوقتي وصلنا لست تسديدات بس لحسين شحات النهارده، ثلاثة منهم اون تارجت. عمل اعتراضات وان هو استخلص الكورة مرتين، وده كان شكل كويس جدا. صناعة فرص كبيرة محققة، عمل صناعة فرصة كانت ممكن تترجم لهدف، كان هي فرصة واحدة. اللمسات والتاتشز في الملعب النهارده كانت 57 مرة، غير التمريرات اللي عملها، عمل 31 تمريرة منهم 24 تمريرة صحيحة بنسبة 77%. التمريرات المفتاحية ان هو وصل لعيبة للمرمى أربع، عمل أربع تمريرات مفتاحية، ده رقم كويس جدا. عمل عرضيات 8 بس الواحده منهم هي اللي صحيحه. يعني ده برضو رقم شويه عليه علامه استفهام، ولكن هو ارقامه بشكل عام المباراه، الثنائيات الدفاعيه او التحاماته واستخلاص الكره كان مميز. ايضا عمل 5 منهم 3 صحيحه واستخلص فيهم الكره، كان الثنائيات الدفاعيه. يعني هو ارقامه هي الافضل النهارده، الافضل واعلى سكور يعني، حتى بيزد على الارقام دي كلها. حتى الخريطه الحراريه اللي ممكن نستعرضها عن تحركاته في الملعب النهارده بتبان قد ايه حسين شحات النهارده عمل مباراه كويسه جدا، ويستحق ان هو افضل سكورز او ارقام بشكل عام هو كانت لحسين الشحات. ده بالنسبه ده الخريطه الحراريه بتاعته. حتى نشوف الحاجات، الاماكن المكثفه فيها اللي اتحرك فيها حسين الشحات كانت باينه بشكل كبير جدا النهارده، وكان يعني عنده افضليه تبينه بشكل كويس جدا بناء على الارقام اللي احنا شفناها. قبل المباراه النهارده لما اتكلمنا كابتن ايمن قلنا ان فريق ميدياما عنده ثغرات، عنده مشاكل في خط الخلف والدفاع، وبقى فيهم وراهم مساحات. عشان كده سريعا بصينا في الشوط الاول، حتى ارقام الشوط الاول الضعيفه جدا لو كنا استغلناها وعملنا التمريرات بشكل صحيح وبدقه عاليه كان ممكن فعلا نحرز اهداف في الشوط الاول. عشان كده في بعض هستعرض مع حضرتك سريعا كده بعض اللقطات لامام ده في الشوط الاول في الدقيقه 8 او الدقيقه 9. بص يا كابتن ايمن، انا بص على حسين الشحات ورا حسين الشحات، وحسين الشحات ورا الاخر لاعب في ميدياما في مساحه كبيره جدا. مزبوط. يعني الكره لو كانت لعبت بدقه نكمل كان ممكن حسين الشحات فعلا بلونج بول مظبوط بدقه عاليه كانت ممكن توصل حسين الشحات او تشكل خطوره على المرمى. يعني الكادر لو كان نوسع ونكمل كان في مساحه كبيره جدا في خلف مدافعي ميدياما. نكمل نخش على اللي بعدها برضو، ده بيتكلم على الشوط الاول. الشوط الاول نفس الكلام برضو، امام عاشور. انا قلت لحضرتك ان امام عاشور من اكثر الناس النهارده كان عنده شويه ميس باس او كراته ما راحتش بدقه عاليه في الشوط الاول. يعني نكمل برضو نفس الكلام عشان نوسع الكادر معانا ونشوف الخط الدفاع عند ميدياما كان شكله عامل ازاي. نفس الكلام يعني بص حضرتك في خلف المدافعين ناحيه اليمين مدافعي ميدياما في برضو مساحات كبيره جدا. صحيح. دي اول حاجه لخط الدفاع وتمركزاته والمساحات اللي بيسيبها. كنت قلت لحضرتك برضو عندهم مشكله في الهجمات المرتده، بيندفعوا بشكل كبير جدا، بيسيبوا مساحات كبيره جدا. طب دي شفناها النهارده في مع مباراه الاهلي. ايوه شفناها في الشوط الثاني تحديدا. يعني نبص في الدقيقه تقريبا 71 نشوف بقى الحاله اللي بعد كده عشان اوري حضرتك. يعني نكمل دي الهجمه المرتده طبعا اتلعبت هنا. شوف نكمل هم كلهم يعني في سبعه، يعني نرجع الصوره اللي فيها في سبعه موجودين في منطقه الجزاء، 2 4 6 7. نكمل بقى اللعبه اتلعبت بسرعه جدا يا كابتن ايمن، 71 خلاص. بص شوف اخر اثنين ما فيش مساحه كبيره جدا كان ممكن ان احنا نستغلها، ولكن للاسف خسرنا الفرصه دي. ده هجمه مرتده كانت هتشكل خطوره بشكل كبير جدا ما استغلناش بشكل كويس. نكمل برضو نفس الكلام دقيقه 81 او دقيقه 82 نكمل نفس الكلام، كان برضو معاهم هجمه قطعناها رحنا خلاص. يعني احنا نكمل شوف يا كابتن، يعني هم اثنين ومساحات كبيره جدا في خلف المدافعين. يعني قد نقدر نترجم الارقام اللي احنا شفناها النهارده ونحقق اهداف او نحرز اهداف بشكل اكبر من الثلاث اهداف طبعا.
ده شكل عام عن ارقام المباراه وارقام البطوله واحسن ارقام وشكل عام طبعا على الحالات الفنيه اللي شفناها النهارده يا كابتن ايمن معانا. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، دي بدايه كويسه في المجموعات، واعتقد صحيح. المنافسه في الفترات الجايه والماتشات الجايه هتبقى اصعب واصعب، محتاجه تركيز اكثر ان شاء الله، نشتغل على الارقام اللي شفناها ونحقق منها اكبر المكاسب باذن الله. شكرا جزيلا يا محمد والف مبروك. شكرا، الف مبروك. شكرا، الف مبروك. شكرا جزيلا. طيب كابتن شريف، يمكن مستر كولر طبعا سعيد بالنتيجه وقال ان احنا حققنا الهدف، يعني حققنا الهدف النهارده في المباراه وفوزنا 3-0 ومكسب كويس، ويمكن بعض الصحفيين لعبوه شويه في حته التغييرات، هو كان دمه خفيف وخدها بروح حلوه، وقال لهم ادوني ارقام تليفوناتكم وبأسألكم بعد كده. لا قال لهم وبقولوا لي ابعتوا لي قولوا لي عايزين تغيروا امتى. ايوه بالظبط. والفرقه اللي انتوا عايزين نحطها. ايوه بالظبط. ونتعاون مع بعض يعني. والتشكيل والتغيير. محدش جاب سيرتنا احنا خالص. لا لا لا، ولا اتكلموا على كابتن عادل ولا حاجه. وعادل ماله، ده انا الاساس. المباريات اللي زي دي احنا بنستفيد منها وبنبقى بنشوف ايه التاخير اللي بيحصل في احراز اهداف وحاجات كده. انا كمدير فني لازم ابتدي ابحث في توظيف اللاعبين وتحركات اللاعبين. ايه اللي بيخليني عندي دايما ديلي يعني؟ هل الديلي ده كنا بنسمي راس حرب عندنا غير موفق؟ اتضح لي ان راس الحربة ملوش دعوة بالحكاية دي. بيقول لك انا دايما ما عنديش راس حربة. لا لا، هي تنفيذ الهجمات عندك من عرضيات لثرو باس لاي حاجه، كل ما كانت ناجحه كل ما كان الراس حربه بتاعك ناجح. انا مش هحمله ان هو ما بيجيبش اهداف، ما هو انا لازم عشان اخليه يجيب اهداف كمان لازم انا اهيئ له الظروف زي الكره اللي جابها صلاح محسن كده. ما اجمل وما اروع ان انا اعمل تشيب باس لاثنين، كان صلاح وحد تاني وراه. دي بدايه الماتش يا كابتن، دي كره العارضه، الكره اللي جت اول دقيقتين دي او اول دي بس دي في الدقيقه كام؟ الدقيقه 9. ايوه هي دي الاختراق من ده السلو اللي انا بقول لك ازاي هي للتحرك. شوف انا قلت لك حاجه، توظيف اللاعبين وتحركات اللاعبين. الاعاده ده كان في الدقيقه 3 الثانيه. ايوه دي الاعاده، دي الدقيقه 9 مظبوط، دي الاعاده بتاعتها. بقول لك التحركات بتاع اللاعبين هي اللي بتدي فرصه للاعب اللي هو جاي صاحب الكره يديله مساحه كبيره. كنت انا في جول مره جابه حسين الشحات في مباراه كسبناها 3 على ما اعتقد برضو، عملوا كوكا لو تفتكروا، راح عمله له وهو بيقطع من ناحيه الشمال، حط له كره من ورا نص الملعب وداها على الجول. ايوه انا اللي بجبر بتحركاتي اللاعبين ازاي انا اتصرف في الكوره. فاللي معاه الكوره ده لازم انا اللي تحتيه كلهم لازم يساعدوني. يعني ما مش هينفع انا افضل اجري بالكوره وفي ديلي من اللاعب بتاعي اللي هو الخطر. أيوة. اللاعب اللي هو بيعمل زياده عدديه. طب دي الكوره دي اعتقد حسين خد قرار التسديد فيها متهيألي، مش كده؟ دي اللي يعني مسكها على مرتين، مع ان كان ممكن يلعب مع، يعني كان قريب معاه ديانج اعتقد. هو شاط في الجول على طول. سلاح التسديد كان مهم يعني. النهارده ما شاء الله الاهلي سد التسديد كتير وتكتلات الدفاعيه دي مهمه. بس دي صعبه قوي يا اسامه، يعني مش مواجه وفي اتنين قدامه، كان ممكن يعمل. بص يا كابتن ايمن، مع كابتن شريف يكمل حته الملعب، الراجل اتكلم عليها أرضية الملعب زائد ملعب السلام. قلنا قبل المباراة مش استاد القاهرة كابتن شريف، ناشفة. لا مش ملعب كبير، لا. فتبقى عندك مساحة تعرف تشتغل فيها. التمركز الدفاعي بتاع من دياما قافل المساحات، فالتسديد عنصر مهم. ملعب استاد القاهرة كمان سيادة الرئيس كان موجود في الملعب، انا وانا كنا بتفرج قاعدين، الذكريات كلها تعالى، كان نفسنا نلعب عليه عادل. والله لو تشوفوا الملعب دلوقتي بتاع الاستاد حاجه تفرح يعني. خليني الكره دي عشان انا كان ليا تعليق عليها يعني. دي الكره اللي كريم فؤاد خدها من ورا وعدى من واحد واثنين. الجون اللي جابه حسين الشحات. انا لا 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 لا, 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 لا. دي الكره دي عدت كهربا. انا كنت بقول ان حسين الشحات كان لازم يضم جوه شويه. لا لا, لا, لا كان لازم هو يلعبها لحسين الشحات. هو يلعب لا كهربا اتحرك نموذجي. نموذجي كانت لازم تروح الاولى. كان لازم يروح جوه شويه. قطع الاولى وخد الراجل. أيمن. هو كان حطها بقى لحسين الشحات. كان لازم يحطها لحسين الشحات. لحظه بس، حسين كان لازم يدخل جوه كهربا مباشره.
لازم. ايوه يا كابتن، ما هو وهي رايحه العين راحت مع واحد وهي طبعا رايحه في الطريق. انا فاهم طبعا اكيد هيضم لا ما ضمش، لان الكره دي انا علقت عليها مع عادل عبد الرحمن، قلت له كان لازم حسين يدخل ورا كهربا. بص ده بعد ما اتلعبت، بص بعد ما اتلعبت لسه برضه حسين هناك. انت واخد قرارك ده بعد ما اتلعبت وعدت، كان لازم حسين يكون اكتر بالزبط قريب من بالظبط كده. ولكن انا في التنفيذ الاول السهل جدا لو كان عنده امكانيه انه يلعبها لحسين كان هتبقى المواجهه اسهل والهدف مضمون. يعني هو ده بس في الكره، انما هي لما اتلعبت كده ايمن انت احساسك ان حسين متاخر بعيد يعني يروح ياخدها. بس هو كان لازم ينفذ تحرك الرائع من كهربا صراحه. هو كان العارضه الاولى كان لازم ينفذ لحسين، ما كانش. مش هو السؤال هل اللعيب اللي يروح للكره الفيرود ولا اللعيب اللي يرفعها له على الفيرود؟ لازم يتحرك للي معاه الكوره. بص يا كابتن، التحرك اصعب الاصعب في الفتره ان انت بتكون بتعدي من لاعب وانت طرف مثلا، ولا بتلعب وانت كنت لعيب كبير وبتعدي من اي حد، لما بتعمل المجهود ده مش هتقدر تحطها بالمقاس. ممكن تحصل مره ممكن تحصل اتنين، لكن انا كفرود اللي بتحرك للكوره يعني حسين كان لازم يبقى ورا الكوره ورا كهربا لانه يتوقع دي اصل الكوره عشان تيجي جول. ده اللي قصده ايمن. الكوره هتيجي جول من المكان ده صح. مش هتيجي جول من اي مكان. معلش انا اختلف معاك في الحته دي بالذات تحديدا. تتلعب على اللعيب على حسين على طول دي بالذات. يعني في اي حاجه تانية بالعرض اتفق معاك انه يلعبها واحده والاثنين يكملوا، لكن لما يكون انا لوحدي واقف في ال 18 اللي يخليني اخش على حارس المرمى وابقى ما عنديش فرصه، لو عاليه سنه اوقفها، لو يعني صغيره سنه اروح. دي مهاره كريم. لا طبعا هو كابتن يعمل العرضيه على شيب مع ناس فكانت ماشي. دي بتاعت صلاح. أيوة كابتن استنى بس يا كابتن، انت صح، فرق كبير جدا بين الاثنين. ده واحد واقف مالي يعني بيني وبين الجول مسافه، لوحده خالص يعني احتماليه انه يلعبها تشيب كده من فوق المدافع سهله جدا 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 جدا، وتوصل ويوقف ويحط وعايز واحده. طيب عارف كل عارف حاجه. لا استنى، عارف زي بتاعت مين يا بلال؟ لحظه زي بتاعت قفشه مع صلاح محسن. لحظه راح قفشه عاملها وحطها من فوق الواس. دي اللي انا بقولك عليها. يا سامح اقول لك حاجه، صلاح كان قريب. لحظه يا كابتن ايمن، ده كانوا اتنين. رجع برجاوي الكره دي من الاول، رجعها بس، رجع الصور دي من الاول اهو. خلينا هنا ماشي. مين اللي معاك الكوره ده؟ كريم فؤاد. منين؟ من نص ملعبنا. طيب كمل يا برجاوي، هيعدي مره واثنين. كمل 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 كمان. بص السبرنت ده عمل مجهود كويس. بص السبرنت ده بص اللي قد ايه. البنزين خلص. حلو. لا اصل خلي بالك، ما انا بقول لك البنزين خلص في الاخر. الحاجه الثانيه، ما دي بقى الدقه. الراجل قفل ليه؟ ما هو انت الباور بتاعه قل لانه هو عدى من واحد، والتعديه كمان انت لو شفتها في المباراه هو عدى على اخر لحظه وزق الكوره، قام زق الثاني، عمل مجهود جامد وصل. الحاجه بقى الثالثه والمهمه انه مش متمرس على الحته دي بنظرته. هو في يعني مثلا محمد هاني باك رايت اصلا، يعني بيعرف يعمل الكروس. لما عمل الكروس الثاني، ما هو ده باك رايت برضه يا كابتن. ايوه. لا لحظه عادل. لا بس ده جاي قفل تفكيره، قفل تفكيره على ده جاي منين يا كابتن؟ ده جاي من بعيد. عادل بعد اذنك، ده قفل تفكيره على كهربا. وممكن يكون ما شافش حسين. هو رؤيته كهربا ما شافش حسين. ممكن ما يكون شافش. بص يا كابتن، لو شاف حسين الحاجة لو 100 لعيب بيلعب كره في العالم يا جماعه، لو 100 لعيب بيلعب كره في العالم بعد ما جري بعد ما جري كان عنده مساحه كبيره. في حاجه مهمه كابتن، ده هو اللي لو 100 لعيب بيلعب طرف يمين في العالم هو ما استلمش، مش هيبقى اكتر من 10 15 لعيب منهم اللي يعرف يحط لك على ماشي عادل. دماغك بس عادل. بس عايز اقول لك على حاجه، بس كابتن مصطفى عبده مثلا انت رجعت الكوره متمرس ليها. مش عمر عبد الله متمرس ليها. بقول لك ايه، انت رجعت الكوره وجبته في الكره اللي رجعت، كان عنده هو اللي راح لغايه المدافع ده. أيوة. يعني كان عنده مساحه من الرؤيه يشوف حسين ويشوف كهربا، هو خد قراره مع كهربا فقط، هو ده التنفيذ اللي احنا بنقول. انا بقى بقول كان لك لازم يبص الناحيه. بص يا كابتن انا اقول لك حاجه، دي خدها ايه؟ انا ارجع لك بقى في التدريب، يعني انت بتتكلم على واحد عمل مجهود قد ايه في الوقت ده؟ جري 100 متر او على الاقل 80 متر. ماشي. عارف لما بتجري 80 متر وبعدين عاوز تفنش الكره بيبقى الباور عندك قد ايه؟ بتقول انت بتفنش الكره بيبقى عندك 20 30% شوية. بيبقى عندك صعوبه في انك تلعبها. في واحد عنده قدرات انه يلعبها، يعني مثلا كابتن مصطفى عبده لما كان بيعمل الحاجات دي، كابتن مصطفى عبده كان بيعملها ازاي؟ كابتن مصطفى عبده كان بيجري من بعد نص الملعب عشان تتعمل له قدامه ويعملها، بيجري 20 متر ويروح يعمل التكنيك بتاعها صح وتلف. كان ايه اللي بيحصل؟ الفراوده
اللي كانوا يروحوا للكورة مش اللاعب. صعب جدا انك انت تروح فاهم، صعب جدا انك. وانا كنت الفيرود ساعتها. ايوه بس انت كنت بتروح لها. لا هو كان بيلعبها واحنا حافظين. بس حافظين فهمت ازاي دي امكانيه. خلينا لا ارجع ارجع الصوره دي. ده الشوط الثاني بعد الدقيقه 60 بعد التغييرات مباشره. كابتن شريف كنت عايز اكلمك على ايه اللي حصل الشوط الثاني. لا حصل الشوط الثاني حصل في اوضه اللبس كويس قوي. يعني انا ككوتش او كمدير فني طالع مع فرقه زي دي متعادل 0-0 واللاعب نفسه خارج وانت لما تشوفوا شوشه وهم خارجين من الشوط الاولاني ها كل اللعيبه مكشره وكل اللعيبه مش مصدقه وكل اللعيبه هو احنا في ايه؟ ايوه وايه اللي حصل؟ ها وحاسين بالجماهير اللي قاعده دي. احنا كنا جايين احتفاليه في اول شوط يعني مش مش هنخرج بالمنظر ده واللعيبه مش مصدقه روحها وهي خارج. بس خلينا لما دخل لما بنخش احنا وبنرجع بنرجع بدوافع تانية خالص اللي هو اتكلم عنها دي صحيح. بنرجع بدنيا تانية خالص وكل لعيب بقى واخد على عاتقه المسؤوليه واخد على عاتقه اسمه اسم الفرقه اللي بيلعب بيها الجماهير اللي قاعده دي كلها شايف ان الفرقه اللي قدامه دي عشوائيه مش مفيش اي حاجه. ده لا اديني الصوره اللي قبلها. لا اديني الصوره اللي قبلها عشان هتكلم على موضوع العشوائيه. ايوه بص هنا في الصوره دي كانوا سبعه بيهاجموا الثامن راجع بوشه على جوله وفي اثنين هنا وبص المساحه من تقريبا من نص الملعب انت ممكن تروح توصل لحد الجول تحاسب وتجيب جول. والله يا ايمن اقول لك على حاجه. عادل كان بيقول لك فلان كان بيجري كبيره في ثانيه. عايز اقول لك على حاجه. اللاعب هنا النتيجه كام؟ 4-0. اللاعب هنا يا جماعه اللاعب هنا اللاعب هنا جيب جول اللاعب هنا بسرعاته بقى اللاعب هنا بفرديته اللاعب هنا احنا كنا قاعدين بنقول له روح وكلنا واحنا قاعدين بنتفرج قلنا له روح كمان التاتش الاخراني ده اللي بيصنعه ليه اللي حواليه هم اللي بيدوك الفرصه تديها يمين ولا تديها شمال زي في واحده اللي قطع عليها جوه قلنا له اديها لامام عاشور وانت قلت لحسين شحات شوت وواحد قال يلعبها كان بيرشتاو بقى نزل حاجه زي كده في 30 قرار اللي معاه الكوره ده وسرعته وتنفيذه هو اللي في ديلاي بقى وفي اي حاجه حصلت بيحصل اخفاق للكوره في تنفيذ جيد وفي راحه. لا بس انت قلت حاجه مهمه من شويه ان انا بسهل ماموريه زميلي اللي معاك. ايوه ما هو امام عاشور طلع له. عايز اقول لك امام عاشور طلع له شمال وبيرستاو يمين هو لا قطم بلال قال لك ادام بقى وصلت ادام وصلت ما تبعتها انت هو العمل دي هو العمل دي وعطل ليه؟ لانه رمى نفسه في حضن المدافع ما مش من بعيد عن المدافع. احنا طول عمرنا عشان نعدي من المدافع او نعمل باص ابقى عندي حريه الباص او اعدي منه نبقى بمترين قبليه لما ادام انا وصلت لعندك يا ايمن وبيت في حضنك انت شاركتني في الكوره شاركه في الكوره الراجل جونيانو قوي قطعها منه باظت الهجمه نجدد نتعلم نشوف اكيد اللعيبه النهارده شافت كل ده فاللي جاي ان شاء الله بيبقى باذن الله. طيب اهم النقاط الفنيه كابتن عادل مباراه اليوم. يعني اهم حاجه بعد الدقيقه 60 الباص بتاع قفشه الباص اللي منضبط التحرك الكبير اللي تحركه فرقه النادي الاهلي في الشوط الثاني افضل من الشوط الاولاني الاحلال في المكان الاخر بقينا نلعب لعب شامل بمعنى انك انت لو شفت الـ 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 الهدف اللي جابه امام عاشور اللي شاطها وبعدين كهربا حط دماغه ما دي برده من الحاجات اللي اقدر اقول لك على الشوط الاول الثاني كان افضل فيها كهربا التمركز جوه ال18 الهدف يبدو انه سهل ولكن في صعوبه انك انت تتمركز وحتى تلمس بتاتش كره جامده يعني الحاجه كمان المهمه من بعد الدقيقه 60 استغلال الفرص حسين الشحات استغل الفرصه وجاب هدف فانت قعدت تشتغل الجون الثالث الكروس الحته اللي انا كنت عايز اقولها كروس محمد هاني لصلاح محسن كم الثبات كان واقف واخد نفسه والكره رجعت له فرفعها كويس كره كريم كان بعيد فعمل المجهود لكن انت بتكلمك على ايه انك انت مش لازم اعمل انا ال100 متر دول لا هو بقى الانتشار الجيد اللي انت قلت عليه يا كابتن ايمن زي ما بتقول ايه حاجه مهمه بيقول لك اللعيب ده بيباص كويس لا الفرقه دي بتتحرك كويس صحيح. عشان اللعيب ده يباص كويس انا يا كابتن ايمن لو باصيت كويس انا لو باصيت الكوره كويس
وانا ما بتحركش، طب ما انا هتمسك مش هقعد هتعطل 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 هتتقطع منك. لكن في البدايه التحرك اللاعب الاخر، انت اللي بتديني فرصه. انا لما كل لعيب ماسك الكوره وفي ثلاثه بيتحركوا صح احسن ما كل لعيب ماسك الكوره ومفيش حد بيتحرك صح، صحيح. الكوره هتتقطع منه. فالنقاط القوه اللي عملها النادي الاهلي التحرك، الباص، استغلال الفرص. الحاجه المهمه انك انت الفرص كانت بتاعه الفرقه الخصم اقل كتير قوي لانك عملت الحذر الدفاعي. وهنا لازم نقول ان بغض النظر على اللي حصل والفوز الكبير اللي احنا فزناه، يجب انك انت تراجع شويه حته الدفاع، علشان حته الدفاع لازم يبقى فيها تمركز افضل من كده، ولعب مباشر عن كده، وتحرك جيد عن كده. وحته الاثنين اللي بلال قال عليها دي مهمه، حته ما تحطش نفسك في وضع اثنين على اثنين. طيب كابتن بلال، ايه الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي الشوط الاول وصححها مستر كولر الشوط الثاني؟ مش عايز مش عايزين بقى يعني اتكلمنا عن الاخطاء كتير. لا، اهم الاخطاء. شوف اللي غير المنظر في جانب التغييرات. اهم نقطه انت غيرتها، اهم خطا انت غيرته تكتيكيا بين الشوط الاول والشوط الثاني، انك ضيقت مسافه اللعب على فرقه الخصم. تمام، كنت بتلعب الاول مسافه كبيره جدا، فمدي فرصه. هو ايه اللي مخلي اللي كان مخلي مديامة عنده خطوره نوعا ما الشوط الاول؟ طول الملعب، انك الملعب طويل، صحيح. معمول ستريتش، فبالتالي كل الكرات الطوليه تمام فيها تشالنج ما بين لعيبه النادي الاهلي وما بين لعيبه مديامة. هم اسرعوا واقوياء، واحيانا كان بياخدوا الكره واحيانا كان بيروحوا بيها هجمات خطره. الشوط الثاني لما قفلت الملعب شويه وابتديت تلعب من على خط نص الملعب، ابتديت كل معظم الكرات اللي رايحه الاثنين السنتر باك بتوعك. تمام، دي كانت من وجهه نظري الشخصيه، هي دي النقطه الاهم، أهم نقطة اللي المفترض تلعب بيها طول الماتشات اللي جايه، مش بس مباراه النهارده، لا، الماتشات اللي جايه كلها تلعب بالحته دي، تلعب في 45 يارد. دي نقطه مهمه جدا 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 بالنسبه لك. النقطه الثانيه تغيير طريقه اللعب. تغيير طريقه اللعب دي كانت نقطه اساسيه. انت حولت من 4-3-3 فلات بتعتمد على لعيب هو بيحاول انه يشتغل شغل فردي امام عاشور، تمام، عايز يروح كل كرات فرديه ويصنع ويتحرك من على طرف الملعب وساعات يضم لجوه، عايز يشوط وعايز يصوب وعايز يعمل كل حاجه، لطريقه لعب مختلفه شويه او مختلفه تماما، صحيح. ب4-2-3-1 لعبت عندك بلاي ميكر قدر ان هو يشتغل، قدر انه يصنع اهداف، قدر انه يقدر يستغل المساحات الفاضيه، تمام، في ملعب مديامة، لما هم قافلين الطرف الملعب وسايبين نص الملعب مفتوح، تمام. فلما انت حطيت مجدي قفشه، كل الكرات اللي مجدي بيستلمها هو بيستلم لوحده فاضي، معهوش حد، عنده مساحه، عنده زمن يشتغل فيه، فبالتالي بان ان هو اداؤه جيد، لان خلاص هو بيلعب في نص الملعب لوحده لما مش مضغوط عليه من اللعيبه، وعنده اريحيه وبيقدر يبص ويروح ويتحرك من على طرف الملعب. فدي نقطه مهمه جدا جدا، تغيير طريقه اللعب، ودي اللي بتمنى كمان ان احنا نشتغل عليها. يعني مش عايز اقول يعني كل المباريات اللي داخل اللي هنا في القاهره، صحيح. اللي جوه ملعبك، صحيح. انك تشتغل ب 4-2-3-1، يبقى عندك كثافه عدديه في الحته الهجوميه، عندك صانع العاب، صانع العاب حر في الملعب، لان خد بالك انت بتعتمد على امام عاشور في بعض الاوقات كصانع العاب بس متطرف، مظبوط، ما بيلعبش في الملعب كله، ما بيغيرش ما بيعملش سويتش، تمام، لكن هو بيلعب يعني قدام شويه في 8، لكن 8 متطرف ناحيه الشمال، فبالتالي انت مفتقد الحته اللي بتاعت اليمين دي، تمام. فحته انك تلعب 4-2-3-1 وتغير وتلعب ببلاي ميكر صريح، دي نقطة مهمة جدا ونقطة إيجابية. قدرت أنت تحول طريقة اللعب من 4-3-3-4-3-2-1، ودي نقطة إيجابية. النقطة الثالثة والأهم حاجة أنك قدرت تستغل الفرص وأنك تسجل أهداف، ودي برضو نقطة إيجابية جدا بالنسبة للنادي الأهلي. كابتن أسامة، بجانب المكسب النهاردة، مكاسب المباراة أو إيجابيات المباراة من وجهة نظرك؟ محمد الشناوي بيواصل التألق بتاعه، محمد الشناوي حارس كبير، شفناه خاصة في مباراة سيراليون مع منتخب مصر، كان واحد من نجوم المباراة. النهارده بيواصل التألق في كوره، يعني التركيز بتاعه، الثبات بتاعه، ان هو قاري دايما اللعب، مش شرط ان هو الحارس الكبير طول المباراه مضغوط 90 دقيقه، لكن هو التركيز بتاعه في كوره واحده تعامل معاها النهارده بشكل ممتاز. كان ممكن يحط ضغط على لعيبه النادي الاهلي في بدايه المباراه لو تم احراز الهدف، لكن
ده الحارس الكبير اللي بيدي ثقه للاعيبه اللي قدامه. كريم الدبيس واحد برضو من المكاسب، لعيب صغير في السن لسه عنده 20 سنه، يعني بتكلم في 3 4 مباريات انه يبتدي بدايه زي دي، عنده شخصيه في الملعب. محتاج ايه؟ بيدافع كويس في الملعب، التمركز بتاعه الدفاعي كويس، لكن في النواحي الهجوميه محتاج يهدى شويه، محتاج صربعه. علي معلول وصل للمرحله بتاعته، هتيجي مع الخبره مع مباريات طبعًا. كبيره ومباريات كتير جدا سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي في مناسبات كبيره. كريم الدبيس مشروع لعيب يعني هيكون مهم ان شاء الله، ان اهم حاجه عنده الشخصيه وعنده التمركز الدفاعي الصح، ولعيب عنده قوي في الملعب وبدنيا قوي رايح جاي في مساحه 100 متر. كريم فؤاد يعني من اللعيبه اللي انا بحبها على المستوى الشخصي، وكنت اتمنى يعني بعد الاصابه بتاعته يرجع بشكل كويس. النهارده الاداء الحركي بتاعه بشكل كويس، كان عامل جبهه مميزه، لعب 60 دقيقه النهارده يعني ادى فيهم بشكل كويس. ان شاء الله المباراه اللي جايه هيكون في يعني مواصله من التالق ليه. صلاح محسن يعني عودته للنادي الاهلي مره ثانيه دايما محتاج هدف، عشان طبعا. الهدف هو اللي هيديله ثقه للمباراه اللي جايه، فبرضه النهارده وكمان احرز الهدف بطريقه مميزه، كره جايه من ناحيه اليمين حطها على شمال حارس المرمى. مظبوط، اداء يعني تعمل معاه كويس قوي. اللقطه الحلوه اللي عجبتني برضه النهارده هتاف جمهور النادي الاهلي للاستاذ عمرو فاروق. ربنا يشفيه يعني، دي لقطه من اللقطات الحلوه اللي عجبتني واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه وسمعنا الهتاف. صحيح. يعني من اللقطات الحلوه في المباراه، فربنا يتمشي فيها على خير يا رب باذن الله يا رب. اخيرا محمود كهربا بيواصل عمليه برضه التهديف. النادي الاهلي النهارده من افضل الحاجات اللي عملها بيحرز 3 اهداف خارج يعني بشباك نظيفه. مزبوط. وبهرجع واكد على النقطه دي، في مباريات هتكون كبيره خلال الفتره اللي جايه علشان دايما يعني تشتغل بشكل كويس، بغض النظر انك بتسجل، انت بتسجل في كل المباريات، انك دايما تحافظ على شباكك نظيفه، الوقفه دفاعيه. النهارده في كورتين يعني كانوا خطر شويه على الشناوي، ده لازم يعيد تركيز اللعيبه ورا وانت بتهاجم، الوقفه الدفاعيه بتاعتك، تنظيم الدفاعي. مظبوط. عبد المنعم وياسر ابراهيم اتنين من نجوم المباراه، لكن سرحوا في اتنين في التمركز الدفاعي، واحد عايز يقابل ويسيب مكانه، فلازم يبقى في تركيز 100% في النقط دي. صحيح. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحياه التحكيميه. انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، منورنا كابتن. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي نجوم كبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه حسني، وكابتن بلال. مبروك للنادي الاهلي يا كابتن. مبروك، انت قلتها سبقت بقى. مبروك للنادي الاهلي على الاداء وعلى الفوز، وان شاء الله نتمنى دايما كده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي في كل مباراه اللي جايه في افريقيا يفوز فيها ويقدم مردود جميل. كابتن ايمن، كنت معك في بدايه قبل المباراه، كنا اتكلمنا على الحكم الغاني بوبو تراوري كابتن اسامه، هو حكم دولي كابتن شريف من 2014، 9 سنين دولي، عنده 43 سنه، وانا قلت عنده مشكله من الناحيه الفنيه، وعنده فنان قليل قوي قوي قوي. نتيجه المباراه النهارده كابتن عادل غطت على اخطاء كتيره جدا للحكم، اخطاء مهمه واخطاء مؤثره. النهارده 3-0 غطت على الاخطاء التحكيميه النهارده اللي موجوده لهذا الحكم، اللي كان المفروض على الاقل 9 سنين دولي، على الاقل كاس عالم حتى ولو مره، ولكن هو اداء فني متواضع جدا جدا. وانا يمكن جايب اول حالتين يا كابتن ايمن هنشوفهم هنستغرب قوي، لان الاخطاء التحكيميه النهارده لم يبقى فيه لاعب رقم 3 اللي هو جوناثان الحكم. بص يا كابتن، هنا في وتر اكيلس، دي حاله من الحالات المهمه جدا، ستارز رايح، المخالفه موجوده، انت متخيل ان المخالفه ديت لم تحتسب تمام، او لما صفر ده بطاقه صفر، ده احنا بنقول عليه لعب عنيف يا كابتن اسامه. استوجب. لو النهارده الفار موجود، ودي وردك مشكله، استوجب عدم وجود تقنيه الفار، لو النهارده الفار موجود كان هيستدعى الحكم كابتن شريف، ودي بطاقه حمراء لم تشهر لجونسان. بطاقه حمراء طبعا يا كابتن، هنا بنتكلم على ستارز رايح فين؟ رايح في المنطقه اللي هي فوق الحذاء، واحنا قلنا دايما بالستارز هنا في وتر اكيلس، دي الحاله الاولى اللي معانا ان هنا بطاقه حمراء. تعال بص الحاله اللي بعد كده، نشوف الحاله اللي هنا اللي بعد كده اللي جاي هنا طاهر.
كابتن اسامه ايه رايك فيها؟ القدم مفروده نادي يعني دي الحالات اللي ما فيش فيها كابتن اسامه ما فيش فيها فصال صح. حتى لو الفار مش معاك مش موجود انت في الملعب المفروض تشوف تفاصيلها. هنا الدخول بهذا الشكل فوق الحذاء وقلنا ان فوق الحذاء مش محمي. عارف يا كابتن اسامه لو عارف المفاجاه ايه بقى؟ ان الكره دي اتحسبت على طاهر. هي دي اللي انا قصدي اقول ان هنا خطا عكسي كمان وده دليل انك بتشوف على الكلام اللي هنقوله فنيا ضعيف جدا جدا. دي الحالات اللي يمكن بطاقتين يعني حمراء لرقم 3 ولرقم 14 اللي هو مامادو لم تشهر في هذه المباراه. ده بالك لو في فار يا كابتن ها واستدعوه حاسب الفاول عكسي ها لا كابتن حتى لو يعني حاسب كابتن كانوا هيجيبوه يعني حسبوا عكسي وكانوا هيجيبوه كابتن. هنا الفار بيتدخل في البطاقه الحمراء مباشره ودي من ضمن الحالات اللي هي بطاقه حمراء. الفار كان هيطلع الحكم. الفار قال لك بلال قال لك الفار كان ممكن يطرد الحكم. ده احنا بنشوف العجب اداء الحكم طبعا مش هو ده مردود يا كابتن ايمن. انا اجيب بس حالتين انت قايل لي عليه قبل الماتش وقبل الماتش احنا قلنا بامانه يعني. خلينا بقى نروح للحالات اللي هي بقى اللي هي هنا كابتن هنا الشحات معدي واحنا قلنا حاله سهله جدا يا بلال والله يعني اي حكم عندنا هنا في الدوري المصري حتى لو حكم درجه ثالثه لما يكون اللاعب عنده هجوم واعد خلاص وهنا العرقله او محاوله عرقله في القانون مخالفه هو هنا حسب المخالفه وبرضك البطاقه المفروض كان بطاقه صفراء لم تشهر بطاقه صفراء للاعب متياما ده ثالث خطا ليه في المباراه. بعد كده نشوف الحاله اللي جايه نشوف هنا الكتف ده اللي طير الراجل هنا احنا قلنا كتف كتف مفيش مشكله كده مفيش كتف ولكن لما الايد تخرج الايد يا كابتن شريف تخرج من الجسم وتعمل سوسته هنا في فاول للاسف ولا المساعد حسب ولا الحكم حسب ودي وده خطا طبعا خطا موجود فنيا تقديره هو ما قدرش يقدره بشكل صحيح. احنا بنتكلم شوف دي اخطاء كلها اخطاء تحكيميه من حكم المباراه بيقول نتيجه المباراه النهارده كانت اللي هي هنا احتساب مخالفه المخالفه مش موجوده دي جت هنا اصلا بالظبط كان خطر هنا المخالفه بجد يعني اخطاء كتير جدا جدا عندنا يمكن كان عندي 10 حالات انا نزلتهم شويه لسبع حالات دي من ضمن الحالات. هنا الكره بتصطدم في الجسم لياسر وحسب مخالفه على حدود منطقه الجزاء خلي بالك كان ممكن يجي منها هدف ده من ضمن المخالفات اللي هو العكسيه وتقديراته الفنيه الخاطئه. نشوف الحاله اللي جايه هنا دي حاله مهمه جدا جدا طبعا كابتن اسامه احنا قلنا الحكم دايما انت موجود رقم واحد سلامه اللاعبين لما نشوف هنا في هذه اللقطه كان يجب على الحكم ايقاف المباراه لاننا في لاعب سقط واحنا قلنا دايما في هذه الحالات لابد الحكم يتدخل بان هو بالصافره يوقف المباراه ده ساب اللاعب يشتغل يا كابتن ومشي وبعدين صفر في الاخر دي من ضمن حتى ولا خبرتك نافعه ولا تقديراتك الفنيه نافعه في المباراه ومباراه سهله جدا الاهلي سهلها لك وخليها لك كويسه لكن انت صعبت الامور على نفسك كحكم. هذه الحاله دي هنقول ان هنا مفيش تسلل وهنا لحظه لعب الكره هنا كهربا متغطي ده الهدف اللي جابه محمود كهربا هدف صحيح لا توجد تسلل. الحاله بعد كده نشوفها وهنا الشحات نفس الشيء الهدف اللي جابه حسين الشحات وهنا هدف سليم لا يوجد تسلل في الحالات لكن انا في النهايه بقول عدم وجود الفار يا كابتن دي مشكله كبيره جدا طبعا وهنتكلم فيها تاني وهتحصل وهيعمل مشاكل كمان خلي بالك قلنا النتيجه النهارده بره ملعبك بالاخص بالظبط يعني نعم. في هناك في ملاعب افريقيا بالاخص هناك اللي انت بتقول عليه ده ممكن يبقى يعني حتى ما تحسبش فاولات اساسا بالظبط الكره الحمراء دي اصلا يعني كان الكره جت في جنب الراجل حسبها هاند بول تمام والباقي لو جوه 18 جت اي كره في دماغي بنقول يا كابتن مش كل مره تسلم الجره النهارده النادي الاهلي في ماتشات كده بيعدي وبيكسب وبيغطي على اخطاء التحكيم ولكن بنقول في اللي جاي لا الامور هتبقى صعبه يا ريت الحكام وتعيينات الحكام في المباراه اللي جايه تبقى تعيينات كم من 10 الحكم ده كابتن ناصر يكون نعم كم من 10 ده عنده اخطاء يا كابتن لا اخطاء مؤثره في نتيجه المباراه لولا ان نتيجه النادي الاهلي كسب لما يكون عندي بطاقتين حمروان في المباراه لاعب 3 لاعب 14 وما تردش غير الاخطاء بقى التمركز والتحرك والشخصيه التحكيميه ده كله مش موجود فبلاش ندي درجه عشان هتبقى العامله محرجه جدا ياخد كارت احسن شكرا يا كابتن ايمن شكرا جزيلا يا كابتن نصر شرفتنا الله يخليك شكرا طبعا من ضمن الحاجات اللي سببها في بطوله افريقيا التحكيم
التحكيم الافريقي وزي ما قال الكابتن ناصر وزي زي ما قالوا كباتنا ان انت بتقلق جدا مش على ملعبك، ده انت على ملعبك وشفنا كام حاله، والمباراه المفروض مباراه يعني متوسطه الصعوبه بالنسبه للحكم، ولكن هو كان ليه اخطاء كتير، واخطاء على فكره كان ممكن تبقى الاخطاء مؤثره جدا جدا لو النتيجه متغيره عن كده. فنتمنى ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه عندنا المباراه القادمه هيبقى في تنزانيا مع يانج افريكانز، وفرقه على ملعبها وفرقه غلسه، نتمنى ان شاء الله التوفيق يا حالف في الحكام، وقبل التوفيق نتمنى التعيينات تكون على مستوى الحدث. يا ريت الاتحاد الافريقي يعني لو حتى في حد بيسمع او حد بيطالب يبقى التعيينات على مستوى الحدث نفسه، مش اي حد ومش اي واحد يحكم المباريات دي. دي مش مباريات تجارب، دي مباريات هتفرق مين اللي هيكمل ومين اللي هيخرج بره. طيب هينضم لنا الان زميلنا الناقد الرياضي محمد الديك لنتعرف منه على المواقع النهارده قالت ايه بعد فوز النادي الاهلي. يا محمد نقول مبروك للكابتن ايمن الاول، وتحياتي ليك والكباتن الموجودين في الاستوديو. مبروك، 3 نقاط قويه ورساله قويه للفرق اللي جايه ان شاء الله في مشوارنا في دوري الابطال ودوري الممتاز ان شاء الله وكاس العالم. زي ما حضرتك اتكلمت والاستاذ والكباتن اتكلموا في الاستوديو التحليلي، المباراه بالنسبه لنا كانت فرصه كويسه جدا. الناس كلها ركزت على فكره التغييرات اللي عملها النهارده مارسيل كولر في التشكيل، يعني هو النهارده عمل 7 تغييرات عن ماتش الجول الاخير، برضه في ظل الظروف الموجوده، لعيبه عندك راجعه من فتره توقف دولي، لعيبه كانت مصابه رجعت، ففي الحاجات دي كلها مركزين في المؤتمرات في الصحافه كلها. زي ما قال الكابتن اسامه، الحاجه المميزه برضه النهارده رساله الدعم للكابتن عامر فاروق، ودي اللي ركز عليها موقع في الجول، يعني موقع في الجول قال ان النهارده الجماهير هتفت وتمنت الشفاء للكابتن عامر فاروق، ودعوات ليه ان شاء الله وربنا يعديه المحنه اللي هو موجود فيها يا رب. الحاجه الثانيه برضو معانا في موقع اليوم السابع، الكابتن اتكلموا على فكره ان النادي الاهلي حقق انتصار مهم في بدايه مشواره في دوري الابطال، بعد كده بوابه الاهرام الاهلي يستهل مشواره بثلاثيه. ركزوا يا كابتن على فكره ان دي كانت اول مباراه بين الفريقين بين النادي الاهلي وميدياما. طبعا احنا عارفين ان الاهلي قبل كده لعب اشانتي كوتوكو وهارتس اوف اوك وتشيلسي، ودي كانت اول ماتش ليه مع فرقه ميدياما اللي هو اول مره يشارك في دوري المجموعات او دوري الابطال تحديدا السنه دي. بعد كده الوطن يا كابتن اكد ان الماتش ما كانش سهل، وخاصه الشوط الاولاني فرقه ميدياما عملت تكتل دفاعي كان صعب شويه على فرقه النادي الاهلي، بس بفضل خبرات النادي الاهلي والتغييرات اللي اتعملت في الشوط الثاني النادي الاهلي حقق المرجو من الماتش. دي بوابه الشروق يا كابتن، وقالت الفكره ان هم ركزوا على فكره ان مارسيل كولر لعب تشكيله النهارده اضطراريه بسبب الفتره اللي احنا اتكلمنا فيها، فكره ان اللعيبه برده مريحه جايه من فتره توقف دولي، عندك برده بعض الغيابات المؤثره، عندك علي معلول مثلا لعب مكانه كريم الدبيس، فركزوا على فكره التغييرات الاضطراريه اللي عملها مارسيل كولر في الماتش. موقع يلا كوره قال ان الاهلي حصد اول 3 نقاط ليه، ودي كانت مهمه بالنسبه له علشان يتقاسم صدارة المجموعة مع فريق شباب بالوزداد الجزائري اللي حقق الفوز في نفس المجموعة على يانج ب3-0 ثلاثية برضه. هنا الكابتن بيتكلم على فكرة ان الصحافة الغنية كلموا على فكرة ان النادي الاهلي النهاردة حقق انتصار قوي جدا برغم الاداء المميز من الفرقة المنافسة، يعني هم الصراحة اتكلموا ان الفرقة لعبت بشكل كويس في الشوط الاول على كد امكانياتها بالظبط، حدود امكانياتها بالظبط، لكن في الشوط الثاني مع التغييرات وخبرات النادي الاهلي قالوا ان النادي الاهلي بخبراته حقق الفوز، وخاصه بعد النزول التغييرات اللي عملها مارسيل كولر في الماتش. برضه نفس القصه في موقع مودرن بيتكلموا ان كان ند قوي في الشوط الاول تحديدا، يعني هم اتكلموا على ان الفريق كان ند قوي في الشوط الاولاني، لعب بطريقه بالنسبه له كانت هتدي نتيجه كويسه. ايوه قبل ما تحصل فكره التغييرات وفكره ان النادي الاهلي غير في الشكل بتاعه في الشوط الثاني. كمان يا كابتن ده موقع من جنوب افريقيا سوكر لوما بيتكلم على فكره بيرسي تاو، ان بيرسي تاو النهارده كان متاثر، حتى هم متكلمين في قصه ان هو ليه ما بداش الماتش.
قال لك ان مارسيل كولر قرر الاحتفاظ بيه لان بيرستاو عائد من فتره التوقف الدولي وكان بيلعب مع منتخب بلاده لعب ماتشين مظبوط. فده اللي اتكلمنا فيه وقلنا فيه بدايه فكره التغييرات الاضطراريه. هم حتى قالوا ان هو حد الدقيقه 66 كان النادي الاهلي شويه مش عارف يفك الدفاعات المتكتله في فرقه ميدياما قبل ما ينزل بيرستاو وزملائه البدلاء. ده كابتن من موقع البلاد صحيفه البلاد الجزائريه طبعا عشان فرقه الشباب الوزداد موجود معانا ففي اهتمام من الصحافه الجزائريه بفكره الماتش. قالوا برضو ان النادي الاهلي عمل مباراه كويسه في الشوط الثاني وبفضل خبراته تقاسم الصداره مع فريق شباب الوزداد اللي هيحل ضيف على فرقه ميدياما في كوماسي والاهلي هيستقبل فرقه اللي هيسافر يلعب في تنزانيا مع يانج افريكانز. من الحاجات برضو كابتن ايمن المميزه النهارده ان مارسيل كولر النهارده لعب مباراته ال 17 في دوري الابطال حقق الفوز رقم 12 منهم يا كابتن رقم ممكن الناس ما تستوعبوش فكره انك انت خرجت من ال 17 ماتش 11 ماتش بشباك نظيفه ودي اللي اتكلم عليها كابتن اسامه مظبوط. فكره انك انت في دوري الابطال على ملعبك او بشكل عام بتطلع بشباك نظيفه ده يمهد لك الفريق انك انت تلعب باريحيه في الماتشات اللي جايه بفوز كبير كمان صحيح. من الحاجات التانيه يا كابتن ان النهارده المباراه 17 قدام الانديه الغانيه اللي لعبنا قبل كده 16 ماتش. من الحاجات الثالثه يا كابتن اللي اتكلمنا فيها برضه فكره انك انت السنه دي لثالث مره على التوالي بتكسب بنتيجه كبيره وبتطلع بشباك نظيفه. كسبت قبل كده 3-0 و4-0 والنهارده 3-0 كمان يا كابتن. دي المره السادسه مارسيل كولر في دوري الابطال يحقق الفوز ب 3-0 ثلاثيه مظبوط. دي يعني هو ملك الثلاثيات في الحته دي تحديدا نتيجه ثلاثه نهايه مستمره معاه. من الحاجات الثانيه يا كابتن ان نهايه المباراه رقم 11 سلسله لا هزيمه للاهلي في دوري الابطال مع مارسيل كولر كانت اخر هزيمه ليه قدام سان داونز ماتش 5-1. الحاجه الثانيه يا كابتن في مفارقه عجيبه بين حسين الشحات وكهربا. سجل كهربا الهدف الثالث ليه وحسين الشحات سجل الهدف الثالث ليه برضه. برضه حاجه لجمهور النادي الاهلي حاجه برضه تفرح جمهور النادي الاهلي ان طول ما النادي الاهلي بيفوز في اول مباراه ليه في دوري المجموعات تحديدا في دوري المجموعات ربنا بيكرمه ان شاء الله بيوصل النهائي منهم اربع مرات توج باللقب وان شاء الله ربنا يجعلها ان شاء الله سنه سعيده وفقل حسن ان شاء الله على جماهير النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي ان شاء الله السنه دي ان شاء الله. ده كان كل ما عندنا كابتن في فقره الصحافه. شكرا جزيلا يا دي. شكرا لك كابتن ايمن. شكرا جدا. طيب كابتن شريف في النهايه بقى رجل المباراه. مش هنتفلسف يعني ونزود غير ان احنا كنا بنتفق ان الشناوي عمل مباراه كبيره جدا وحافظ لنا على الشباك ولكن انا همشي مع الدنيا كلها حسين الشحات يعني. حسين الشحات كابتن اسامه. حسين الشحات. كابتن عادل. محمد الشناوي. محمد الشناوي. كابتن بلاه. والله يا كابتن الارقام بتقول حسين الشحات. نمشي مع الارقام خلاص. يعني نمشي مع الارقام. هو حسين الشحات ومحمد الشناوي. انا يعني لو نختار واحد منهم انت كسبان ثلاثه. يعني خلاص ضيع سبعه. ماشي ناخد حسين الشحات. يبقى حسين الشحات. ناخد حسين الشحات وانا معاكم. يبقى حسين الشحات هو رجل كابتن عادتك مباراه اليوم. مع محمد الشناوي في كورتين كنا متعادلين صحيح كان ممكن لو دخل فيهم واحده كان صعب لك اليوم. وجهه نظرك. وجهه نظرك. بس كنا نجيب اربعه وصدمك. ايوه احنا ما عرفناش نجيب اجوان الا في الاخر. بكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ومدياما في بدايه مشوار النادي الاهلي في دور المجموعات لبطوله ابطال الدوري الافريقيه والتي انتهت فوز النادي الاهلي 3-0 مع الرب. كده النادي الاهلي بيتقاسم الصداره مع شباب الوزداد الجزائري. بنقول الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه وبالتوفيق للمباراه القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم. شكرا يا كابتن والف مبروك للنادي الاهلي. ألف مبروك والبدايات زي ما اتفقنا مهمة وباللي جاي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. كابتن سامح حسني ألف مبروك كابتن. شكرا. ألف مبروك يا كابتن أيمن وتقفل بقى النهاردة عندك مباراة ثلاثة على بعد بكرة. طبعا استشفى اللعيبة تريح نفسها عندك حيالك. مباراة في الدوري صحيح ودعواتنا للأستاذ عمرو فاروق بالشفاء يا رب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. كابتن عادل الرحمن الأم صوت الأسامة في دعواتنا
للاستاذ عمرو فاروق بالشفاء العاجل يا رب. ومبروك النتيجه النهارده كابتن احمد بلال. مبروك كابتن وان شاء الله القادم جيد باذن الله تعالى باذن الله والف سلامه وربنا يعني يرجعه على خير ان شاء الله ويتم الشفاء على خير يعني باذن الله تعالى يا رب ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.